مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. النهارده انهى المنتخب المغربي مشاركته المشرفه الحقيقه في كاس العالم بحصوله على المركز الرابع بعد هزيمته من كرواتيا وحصوله على المركز، كرواتيا حصلت على المركز الثالث. النهارده اسود الاطلسي ما كانوش في افضل احوالهم الحقيقه، وده منطقي بعد 7 مباريات صعبه وعنيفه في 3 أسابيع تقريبا قابلوا فيها كبار العالم، وكمان الفريق الحقيقة كان بيواجه عدد من الإصابات. لكن تجربة المنتخب المغربي يجب أن تدرس في وتحيى، لازم نحييها بشكل كبير، تدرس في المثابرة والتخطيط والطموح. أول منتخب عربي إفريقي يصل للمربع الذهبي، حلم ما كانش، كان محجوز هذا المربع اللي كان محجوز فقط للكبار. انتزع المنتخب المغربي مكانه في وسط الأربعة الكبار، والحقيقة ده كلام مهم جدا. دلوقتي كتير من صحيح هو في عدد كبير من اللاعبين المحترفين زي حكيمي وزي غيرهم، وطبعا حتى بونو، ولكن بيجي لهم دلوقتي عروض في أندية أخرى. فيعني دايما رأس كأس العالم بيكون فرصة لاختيار أفضل اللاعبين في العالم للاحتراف. غدا نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، هنكون معاكم في حلقة رياضية في موعدنا، هنكون معاكم بآخر الأرقام والمحللين غدا بإذن الله. هنتابع مباراة اليوم في ساعتنا الإخبارية ونتابع ردود الأفعال، وأيضا في الساعة الإخبارية هنتابع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي مع مصر. الموافقة شملت صرف أول شريحة من البرنامج بقيمة 347 مليون دولار، البرنامج على 46 شهر بإجمالي 3 مليار دولار. هنسأل كل الأسئلة المهمة، ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري، ماذا يعني ذلك للمواطن، لسعر الصرف، كل الأسئلة اللي الناس بتسألها هيكون ده في الساعة الإخبارية. وأيضا في النصف الثاني من حلقتنا هنبحث ماذا بعد اتفاق الصندوق. هذا الاتفاق الحقيقة ليس عصا سحرية لحل كل المشكلات، لكنه بيساعد ويمهد الطريق. الأهم أن نقرر سياسة اقتصادية سليمة، الأهم أن احنا نكون تعلمنا الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية أيضا، وكيف يمكن أن نؤسس لاقتصاد قادر على مواجهة الأزمات. وهنناقش كل ده في النصف الثاني في المائدة المستديرة. لكن خلينا أولا نبدأ بالأرقام حول صندوق النقد. زي ما احنا عارفين بالأمس في ساعة متأخرة وفي وقت متأخر مساء أمس وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد مع الحكومة المصرية تحت مسمى التسهيل الممتد، مدته 46 شهر بتمويل 3 مليار دولار. ده نفس البرنامج بالظبط اللي تم إعلانه في 27 أكتوبر على مستوى الخبراء. ما حدث أمس فقط هو موافقة مجلس إدارة الصندوق والإعلان عن صرف الشريحة الأولى اللي هي 347 مليون دولار. في حد بيقول طيب يا جماعة وإحنا مش كنا متوقعين 750؟ لا، هذا يعني لما راجعت كده الصندوق ومصادر من الصندوق، هذا هو الرقم الأصلي، هذا هو الرقم اللي بتقسم الثلاثة مليار على ال 46 شهر، وبالتالي هذا هو الرقم المقرر أصلا. هذا البرنامج زي ما احنا عارفين وزي ما قالت لنا كريستالينا جورجيفا في حوارها معانا في نوفمبر في الكوب، البرنامج يراجع كل 6 أشهر، هناك شريحة تصرف كل 6 أشهر طبقا لاحتياجات البرنامج. إذن 347 مليون دولار هذه هي الشريحة المستحقة الآن في بداية هذا البرنامج. طبعا هذا هو البرنامج الثالث لمصر في 6 سنوات مع الصندوق. البرنامج الأول كان ب 12 مليار دولار 2016، كان في برنامج تاني 5.2 بالإضافة طبعا للجزء الثاني اللي هو بتاع الكورونا، فكان عمل إجمالي تقريبا 8.2 مليار دولار. إذن تمويلاتنا من الصندوق حوالي 20.2 مليار دولار.
ما هي عناصر البرنامج الجديد وماذا يعني هذا البرنامج بالنسبة للاقتصاد المصري؟ نبدأ بالعناصر، وزي ما قلت لكم وطبقا لبيان الصندوق وبيان الحكومة المصرية، هذه هي نفس العناصر اللي تم الإفصاح عنها في أكتوبر الماضي. فيش حاجة ولا حاجة جديدة في هذه العناصر، غير أنها يعني أعلنت في بيان، وهو ده تقريبا نفس البيان اللي كان في أكتوبر، وتمت الموافقة على الشريحة الأولى. طيب، عناصر البرنامج الجديد: سعر صرف مرن، يعني لا دعم للجنيه مرة أخرى، سياسة نقدية تستهدف خفض التضخم، وده اللي أعلنه المركزي مسبقا. معدل التضخم دلوقتي 21.5 تقريبا، ولسه منتظرين المركزي يقرر مستهدفاته قد إيه، لأنه يمكن 7% دي هتكون صعبة أن تبقى وسط هذا التضخم العالمي. ثالث عنصر هو سياسة مالية تعمل على ضبط إدارة الديون وخفض نسبتها من الناتج الإجمالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وإدارة المشاريع الاستثمارية بطريقة تتماشى مع الاستدامة والاستقرار الخارجي والاقتصادي. إصلاحات، رابع عنصر هو الإصلاحات الهيكلية، إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من دور الدولة، فتح مجال القطاع الخاص، تعزيز الشفافية في القطاع العام، وتحقيق الحياد التنافسي. ولو تذكروا هو ده جمل كتيرة من ده كانت ضمن المناقشات في المؤتمر الاقتصادي. وطبعا كل ده سيفتح المجال لتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. ده بيان صندوق النقد الدولي. ماذا عن بيان الحكومة؟ بيان الحكومة صدر النهاردة، أكد على مجموعة نقاط. أول نقطة هي التأكيد أن هذا البرنامج هو تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق معدلات نمو مستهدفة. مصر ولا مرة كانت عملت ديفولت أو عملت لم تفي بالتزاماتها، في كل الأحوال، في كل الصعاب، في كل الأوقات الصعبة مصر كانت قادرة، والحكومات المصرية المتعاقبة في كل الأزمنة كانت قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بمعنى التزاماتها سواء في السندات، في الأذون، في أدوات الدين، سواء في كل ديونها اللي هي بتستلفها. صحيح ممكن يحصل إعادة هيكلة، صحيح ممكن يحصل إعادة جدولة، ولكن الالتزام بديون مصر أو بالوفاء بالتزاماتها، هذا أمر الحقيقة لم تتعرض له مصر من قبل الديفولت أبدا، وإن شاء الله لا تتعرض له، لأنه التزامك ده هو صك الثقة من المجتمع الدولي معاك. هنا يجي صندوق النقد، وده طبقا لبيان الحكومة، بيقدم لك صك آخر لثقة المجتمع الدولي في أدائك. بيان الحكومة أيضا قال إنه هذا البرنامج هو برنامج وطني خالص، والموافقة عليه لا تتضمن أي أعباء أو شروط إضافية. هو يعني خلوني أقف قدام الجملة دي، إن ده برنامج مصر اللي بتضعه بالتوافق مع الصندوق، وهشرح لكم ازاي بيحصل ده بالتوافق مع الصندوق، لكن تيجي الحكومة المصرية تقول والله انا هقدر اعمل 1 2 3 4 وهو ده اللي انا هقدر اعمله، يجي الصندوق يقول لك ايه بس انا عايزك توصل لواحد 2 3 4، فانت بنوصل لمرحلة في النص، ولكن في النهاية هو برنامج تلتزم به الحكومة المصرية، وبالتالي هو برنامج وطني. هي بتقول لك هو ده اللي هعمله، وهو ده اللي انا هقدر عليه، وهو ده اللي انا هلتزم بيه. فالنجاح أو عدم النجاح ينسب دائما للحكومة المصرية في هذا الأمر. لا توجد شروط إضافية، بيان الحكومة بيقول كده، وأنها شهادة ثقة جديدة للأسواق الخارجية، وطبعا دفع للاستثمارات والتصدير. بيان الحكومة أكد تقريبا نفس المستهدفات اللي أعلنها صندوق النقد، من ضمان صلابة الاقتصاد، قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية اللي زادت حدتها مؤخرا طبعا مع التضخم ومع الحرب الأوكرانية. البرنامج أيضا يتضمن تسريع جهود
تنافسية الاقتصاد، الإصلاحات الهيكلية، تراجع دور الدولة، الانضباط المالي، ودي كلها طبعا سمعناها، والعودة بالمديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ودي نقطة مهمة جدا في بيان الحكومة، أنها تلتزم بأن يكون مستهدفها من المديونية أن تكون 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وده الحقيقة مستهدف مهم، ده معناها أن هيبقى فيه ضبط للإنفاق، ومعناها أن هيبقى فيه تراجع في الاستدانة. أيضا بالنسبة بقى طبعا زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وإحنا شفنا ده وبنشوفه بشكل مستمر. السياسة النقدية أيضا بيان الحكومة أكد على أهمية مرونة سعر الصرف لزيادة الاحتياطات ومواجهة التضخم. ده الكلام الرسمي اللي جاي في بيان الحكومة وجاي في بيان صندوق النقد، والاتنين تقريبا شبه بعض. ماذا يعني ذلك؟ كل ده معناه ايه بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للمواطن، بالنسبة لسعر الصرف، بالنسبة لكل الامور دي؟ وماذا يختلف او كيف يختلف هذا البرنامج عن البرامج السابقة؟ ما احنا عملنا برامج سابقة، ايه اللي مختلف بقى؟ خلونا نحاول نشرح ببعض التبسيط. اولا زي ما قلت لكم هذا برنامج محلي، ده اللي بيقوله الصندوق في كل فقرة، بيقول أن الملكية الكاملة لهذا البرنامج هي ملكية الحكومة، وبالتالي هذا برنامج محلي مش برنامج يمليه الصندوق. دي أول حاجة. وبالتالي أيضا الصندوق هنا لا يضع شروط، لكن بيقول لك أنه أنتوا شوفوا عايزين توصلوا لإيه، أنا عندي مستهدفات لازم توصلوا لها في عجز الموازنة، في معدل الدين، في مرونة سعر الصرف، في الكلام ده كله. فأنت بتقول له أنا حصل لهذه المستهدفات بهذه الطريقة. برنامج محلي تقدمه الحكومة، تلتزم به أمام صندوق النقد الدولي، أمام المجتمع المصري والجمهور المصري والناس والمواطنين. احنا دايما بنفكر في الصندوق، لكن لازم نفكر أيضا في الناس، هي تلتزم به أمام الناس. وبيصلوا في النهاية إلى توافق زي ما قلت لكم. المهم نصل إلى مستهدفات معينة، وهي دي النقاط اللي بيتم بيها صرف الشرائح المختلفة. والمسؤولية هنا للحكومة، هي اللي بتقول ده برنامجي أنا حر، أنا هنفذه بالشكل الفلاني، مهم نصل لهذه المستهدفات. طب إيه هي المستهدفات؟ ببساطة شديدة، أن يكون لديك اقتصاد قوي قادر ان هو يصد الصدمات، مش كل صدمة يحصل لك مشكلة في سعر الصرف. قادر قائم على الاقتصاد الحقيقي، يعني الصناعة، الزراعة، الخدمات، يقدر يحقق معدلات نمو، وبالتالي وهو ده اللي يخص المواطن، يحقق معدلات تشغيل مرتفعة، وهو ده النقطة المهمة. يعني هي احنا عايزين نوصل، المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك ده كلام معقد قوي، انا في النهاية هستفيد ايه؟ ما هو لما الاقتصاد يتحسن نقدر ان احنا التشغيل يزيد، نقدر ان احنا التصدير يزيد، فدخل الناس يزيد، فالاسعار تقل، هي عجله كلها مع بعض. وزي ما قلت لكم معدل التضخم دلوقتي 21 تقريبا 21%، زي ما احنا شايفين معدلات التضخم مرتفعه، ده مش عندنا احنا بس، في العالم اجمع معدلات التضخم مرتفعه، بس يعني احنا شايفين ارتفاع كبير في معدلات التضخم. هل ده سيؤدي بالمركزي ان هو يرفع سعر الفايدة تاني؟ ده سؤال ايضا مهم. البرنامج الجديد يراه العالم ويراه الصندوق ايضا شهادة ثقة ان الدولة دي بتسير على الطريق السليم. طيب ما هو انت حد هيقول لك طب ما احنا خدنا شهادات الثقة دي مليون مرة قبل كده. الحقيقة ان تعالوا نشوفوا العكس. لو لم نتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، افرض ما توصلناش لاتفاق، وفي دول على فكرة زي لبنان، تونس عندها مشاكل، دول كتير عندها مشاكل ولا مش قادرة تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد. هنا النتيجة هتكون ايه؟ النتيجة ان كل الاسواق هتقفل عليك، النتيجة ان كل حد هيجي يشتري حاجة من عندك مش هيشتريها، النتيجة ان مفيش استثمار اجنبي هيجيلك. للأسف احنا في عالم مفتوح، معرفش للأسف او مش للأسف، ولكن لا توجد دولة تعيش على التمويل المحلي فقط. الاستثمار المحلي مهم، ولكن العالم كله مفتوح، العالم كله يقوم على استثمار محلي واستثمار خارجي واللجوء للأسواق العالمية، عدم الاعتماد عليها، وهو ده الدرس اللي اتعلمناه، عدم الاعتماد على
على أدوات الدين، ولكن هي بتبقى موجودة كفترة معبرية تقدر تعدي بيها أزمة أو اتنين. أنت مش هتقدر تلجأ لأنك تطرح سندات، أو أن أنت يجيلك استثمار أجنبي، أو أنه حد حتى يشتري من عندك حاجة ويعمل تعمل مثلا تبيع حاجة، أو أن أنت مثلا بيبقى عندك استثمار، أو حتى البورصة تتحسن لو مفيش شهادة بتقولك أنه هذا الاقتصاد يسير على الطريق السليم. لو لم نتوصل إلى اتفاق هنا كان هيبقى عندنا مشكلة. كانت المشكلة هتقول أنه والله ده اقتصاد إحنا مش واثقين فيه، ده اقتصاد لا يسير على الطريق السليم، ده اقتصاد عنده مشكلة ديون، ده اقتصاد عنده كذا. لو ما خدناش شهادة الثقة دي انت الأسواق هتقفل قدامك. فهو بدل ما نسأل نفسنا طب ايه، لا نسأل نفسنا طب ماذا اذا لم نتحصل على شهادة الثقة دي. فهذه شهادة ثقة مهمة، هو المهم احنا هنعمل ايه بعد كده، وهو ده اللي هجيلكوا فيه بعد قليل. طيب هتفتح لنا الأسواق بمعنى ايه؟ بمعنى انه بان الصندوق اتكلم على توفير 14، انه ده الصندوق مش بيدي الفلوس الاساسيه او الرقم الاساسي، لان مصر ما تقدرش تقترض من الصندوق اكتر من رقم معين لانها اقترضت الحد الاقصى طبقا لحصتها. وبالتالي الصندوق بيعمل ايه؟ الصندوق بيفتح لك الطريق انك تقدر تذهب للاسواق العالميه تطرح سندات مش بسعر عالي، مش بسعر فايده عالي، انك تذهب للمؤسسات الدوليه زي البنك الدولي، بنك التنميه الافريقي، الاي بي ار دي، كل المؤسسات الدوليه، وتقول لهم انا يعني عايز تمويل ميسر بفايده مخفضه، وتقدر تاخد جزء من هذا التمويل. الصندوق اتكلم على 14 مليار دولار في الأربع سنوات القادمة. أنا بقرأ دايما التكست بشكل دقيق، يعني الـ 14 مليار مش جالنا بكرة، الـ 14 مليار على الأربع سنوات القادمة اللي هي طول مدة الصندوق. يمكن لمصر أن تحصل عليها من المؤسسات المالية المختلفة، منها 5 مليار يمكن أن تحصل عليها مصر على المدى المتوسط، ودول اللي يهموني دلوقتي، لأن أنا دلوقتي محتاجة الرقم الأكبر لأني عندي مشكلة سعر صرف، عندي تكدس في المواني، فأنا محتاجة رقم عشان أقدر أتعامل مع سعر الصرف ومع السوق السوداء اللي بقت غير مبررة بأرقامها يعني، ومع أيضا التكدس في المواني. فبالتالي الخمسة مليار اللي اتكلم عليها الصندوق، زائد مليار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة المفروض هيتم مناقشته قريبا، الخمسة مليار دي هتيجي منين؟ هتيجي من بيع بعض الحصص في الشركات للصناديق السيادية، كما أنها ستأتي من عدد من المؤسسات المالية المختلفة. وقلت لكم أيضا في المليار دولار اللي جايين من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق أيضا، واللي لسه هيبدأ التفاوض عليه، مش هيجي لنا بكرة، هيبدأ التفاوض على هذا المليار. يجي للسؤال الثاني، احنا ليه لجأنا للصندوق؟ احنا لجأنا ليه قبل كده؟ هو احنا هنفضل نروح للصندوق ونروح ونرجع بقى نقول اصل الاصلاح الاقتصادي ما كملش؟ الحقيقه انه احنا حسنا بعض الاوضاع، يعني قمنا ببرنامجين، البرنامجين قدروا ان هم يضعوا اساس للاقتصاد المصري، اتحسنت بعض الاوضاع. كان في مشكلتين، المشكلة الأولى هي الصدمات الخارجية، التضخم العالمي، حرب أوكرانيا وروسيا، خروج الاستثمارات الأجانب، استثمارات الأجانب في أدوات الدين فجأة، ودي برضو مشكلة إحنا جزء منها الحقيقة، لأنها أولا هي خرجت من كل الدول النامية، بس إحنا مشكلتنا إن إحنا كنا معتمدين عليها، وأظن اتعلمنا الدرس ده. تاني حاجة هو ما ذكر في بيان الصندوق وقلنا كنا كتير، ان لدينا مشكلات هيكليه داخل الصندوق، داخل الاقتصاد المصري، كان عندنا مشكلات في السياسه النقديه، كان عندنا توسع لدور الدوله، كان عندنا تراجع في الاستثمارات الخاصه، بيروقراطيه كانت خانقه، والدوله بتحاول انها تحل هذه المشكلات، الازمه العالميه كانت كاشفه لهذه المشكلات وادت لتفاقمها. هل بدات الدوله بالفعل في علاج هذه الأزمات؟ في مؤشرات مهمة أنه بدأ العمل بالفعل على علاج هذه المؤشرات. أولا العمل على تراجع وخفض الدين الخارجي، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة جدولة عدد من الودائع العربية، أيضا
الإعلان على سياسة ملكية الدولة، وفيها تخارج للدولة من عدد من القطاعات، وبيع بعض الحصص من الشركات للصناديق السيادية العربية، وده في جدل عليه، لكن في النهاية ده استثمار أجنبي. المهم إن احنا نكون بنبيع بالسعر الملائم والسعر العادل، لكن ده استثمار أجنبي، ده دخول للقطاع الخاص، ده فريش ماني زي ما بنقول، فبالتالي احنا محتاجين الفلوس دي. الإعلان عن سياسة الحياد التنافسي في المؤتمر الاقتصادي، مستنين نشوف تفاصيل لهذه السياسة. يعني إيه الحياد التنافسي؟ يعني المساواة بين شركات الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها وشركات القطاع الخاص في الأعباء. أنا هدفع ضرائب، أنت هتدفع ضرائب، أنا هدفع كهرباء، أنت هتدفع كهرباء، هتاخد الأرض بفلوس، أنا هاخد الأرض بفلوس. ده اسمها مساواة الأرض، إن إحنا الاتنين بنشتغل على أرض واحدة، وإلا أنا حاجة استثمر ليه؟ أنت دايما هتكسب وأنا دايما هخسر، مش هعرف نفسك. وبالتالي دي نقطة مهمة أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي، وعايزين نشوف لها تفاصيل إن شاء الله الفترة القادمة. الرخصة الذهبية دي برضو واحدة من الأدوات اللي أعلن السيد الرئيس 3 أشهر لمنحها لكل من يتقدم لها، والحقيقة يعني إحنا نتمنى إنه كل التعامل يكون وكأنه رخصة ذهبية، ما يبقاش فقط رخصة ذهبية، ولكن يكون هو التعامل كده بالرخصة الذهبية. بالفعل في عدد من الشركات حصلت على الرخصة الذهبية وقدرت إنها تبدأ بقى في استثماراتها. التوسع في حزم الدعم الاجتماعي، ودايما بنضع الدعم الاجتماعي في جملة مفيدة وسط قواعد الإصلاح أو وسط أي برنامج إصلاح، لأن الحقيقة أهم جملة بتتقال في أي برنامج لصندوق النقد الدولي أن الدولة تفرغ استثماراتها للدعم الاجتماعي والدعم الصحة والتعليم. دايما بيقولوا الجملة دي، أنا عايز الدولة تتفرغ للدعم الاجتماعي. والحقيقة أن احنا مصر يعني بقالها فترة في بترفع وبتزيد من الدعم الاجتماعي، آخر حزمة وصلت ل 67 مليار جنيه، سواء زيادة بطاقات التموين، المعاشات، الحد الأدنى للأجور. ولو شفنا الحد الأدنى للأجور هنبص على الحقيقة ارتفاع كبير جدا، يعني 2019-20 كان 1200 جنيه، احنا بنتكلم في 3000 جنيه في سنتين، يعني لو قلنا من 20، يعني لو احنا بنتكلم من أو من 19، 3 سنين من 1200 جنيه يعني فوق 100%. الحد الأدنى للأجور 150% نمو في 4 سنوات، غير بقى 25 مليار جنيه كرامة وتكافل، غير طبعا زيادة دعم بطاقة التموين وغيره، إرجاء طبعا زيادة الكهرباء، عدم زيادة سعر البنزين مؤخرا، تعديل الإعفاءات الضريبية، وده لسه منتظرين تطبيقه. السؤال الأهم اللي الحقيقة برضو لازم نجاوب عليه، وهنتكلم عن تأثير كل ده على المواطن بعد كده، السؤال المهم، هل برنامج صندوق النقد هو الحل؟ الحقيقة لا، هو جزء من الحل، هو جزء من الحل. أي حد يتخيل إنه هذا البرنامج أو غيره هو العصا السحرية اللي هتحل المشكلات وتحل مشكلة سعر الصرف وتزود دخل الناس، لا، هي بداية للحل. عندنا مرحلتين، مرحلة قصيرة متوسطة الأجل على المستوى القريب عايزين نحل فيها مشكلات رئيسية زي سعر الصرف، زي تكدس المواني، مواني فيها بضائع كتيرة مكدسة، السوق السوداء الحقيقة بقت بتروح لأرقام غريبة غير منطقية، وبالتالي هنا دور المركزي إنه يحسم هذا الموضوع لتحقيق الاستقرار في الأسعار أيضا. دي المرحلة اللي محتاجة توفير دعم وتمويل، عشان المرحلة دي عايزة مثلا 6-9 مليار دولار في الفترة العاجلة. أما وهناك مرحلة أخرى طويلة الأجل، مرحلة طويلة الأجل إذا تمت الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، هذه المرحلة تحقق بالفعل تدفق لرؤوس الأموال، زيادة في معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة في دخل المواطن. في هذه اللحظة
شهادة الثقة هي شهادة مهمة تقدر توفر لك تمويل المرحلة قصيرة الأجل، لكن الشهادة دي لوحدها ليست هي الحل على المستوى طويل الأجل. الحل في سياستنا إحنا، في قدرتنا إحنا على التعامل، في قدرتنا على قتل ونفس في البيروقراطية، في قدرتنا على تحسين مناخ الأعمال وإحنا عارفين نقدر نعمل إيه، في قدرتنا على يعني التوقف على مزاحمة القطاع الخاص وفتح المجال للقطاع الخاص، لأن هو ده اللي بيشغل الناس. النهاردة رئيس الوزراء يعني قال بوضوح إنه الأزمات تقصر أو تطول بتنتهي، لكن إحنا عرفنا إن الصناعة يجب أن تكون هي أساس هذا الاقتصاد. نسمع جزء مما قاله السيد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان. كل ده بيأتي في إطار النهاردة يعني تصارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة. يمكن كان في اجتماع يعني من ايام قليله جدا مع معالي وزير الصناعه، وهو بيعرض عليا ملامح استراتيجيه تنميه الصناعه المصريه، وطبعا مضاعفه الصادرات المصريه في قطاع الصناعه على الاخص، وبنتكلم على حجم كبير جدا من العمل والخطوات اللي الدوله المصريه النهارده بتعملها. احنا فعلنا موضوع الرخصه الذهبيه، ومنذ يعني الاسبوع ده اعتمدنا اول يعني كنا اعتمدنا قبل كده رخصه واحده، لكن مره واحده اعتمدنا في الاجتماع السابق 8 رخص، وهيبقى تقريبا بصوره اسبوعيه في عرض على مجلس الوزراء للاسراع باصدار التراخيص اللي هي والمشاريع اللي تتمتع بمنظومه الرخصه الذهبيه. وكل ده هدفه هو دعم الصناعه المصريه والاسراع بتوطين وتعميق الصناعه المصريه في خلال المرحله القادمه، لان الازمه العالميه اللي موجوده النهارده بتعلمنا ان احنا ضروري جدا يعني حتى مع ان شاء الله هذه الازمه هتنتهي سواء طالت او قصرت، ان احنا لازم يكون هناك اعتماد شبه كامل ذاتيا على تصنيع وصيانه وتجديد المعدات بتاعتنا، علشان نقدر ان احنا نواكب عمليه التنميه المتسارعه اللي بتتحرك فيها مصر ان شاء الله. معنا من لندن الاستاذ هشام عز العرب، عضو مجلس اداره البنك التجاري الدولي. استاذ هشام مساء الخير. انا مش عارفه اذا كنت بقرا التايتل صح ولا لا، يعني المفروض ان حضرتك بقيت رئيس مجلس الاداره غير التنفيذي للبنك، ولا لسه احنا منتظرين خطوات اخرى؟ مساء الخير على حضرتك. اولا لازم احيي الفريق بتاعك انه عارف العين امريتي في لندن ويكلمني عليها. فده يعني صعبين هم زنانين شويه. لا انا ما اعرفش جابوها ازاي، بس هعرف يعني. الحاجه الثانيه، هو فعلا حضرتك في الاجتماع اللي فات بتاع مجلس الاداره الزملاء الاعضاء يعني طلبوا مني ان انا ارؤس المجلس، فقلت لهم يعني لا، الاصول ان احنا نبعت للجهه المركزي وناخد موافقه سياده المحافظ الاول، لان دي الاصول يعني. انا كنت جاي كعضو، هم عاوزيني رئيس مجلس اداره حاضر عينيا الاثنين، بس نمشي بالاصول. ففي الوقت الحالي يعني انا عضو مجلس اداره الى حين تاتي الموافقات او خلاف وقتها المناسب. طيب خلينا نرجع لصندوق النقد الدولي. اول يعني في اربع عناصر للبرنامج. اول عنصر اسمه سياسه سعر صرف مرن، والحقيقه انه ايضا بيان الصندوق بيقول التحول الدائم الى نظام سعر صرف مرن لزياده المرونه في مواجهه الصدمات الخارجيه. اشرح لي الجزء ده. يعني احنا تخيلنا ان احنا اوريدي في خلاص في سياسه سعر صرف مرن، دي اول حاجه. ويعني ايه سياسه سعر صرف مرن تقدر انها تقف وتحميك من الصدمات الخارجيه؟ هقول لحضرتك، الناس بس بتخلط بين التعويم والسعر الحر تماما وسياسه سعر صرف مرن. التعويم الحر تماما ده في الدول اللي العمله بتاعتها عمله تجاره حره، يعني بتتكلمي جنيه استرليني، دولار، يورو، ين وخلافه. انما في الدول اللي هي زي الدول بتاعتنا، حتى الصين اليوان بتاعها مش فري فلوت يعني، مش 100% يعني. وبناء عليه المرن ده هو اللي هو زي ما دي مثلا في وقت هدى حضرتك مثلا لما جه خروج الهوت ماني او الاموال الساخنه في قبل ده، كان قبل الحرب الروسيه على طول يعني، او خرج بقيته خلال الحرب.
الطبيعي انا لو عندي سعر او بطبق سياسه سعر مرن، اول حد يتبني يخرج لازم سعر العمله بتاعي يظهر فيه الخروج دهوت، لكن ما يبقاش ثابت. اللي حصل ان احنا ثبتنا السعر وقت خروج الهوكماني مليار 2 3 10 20 هو ثابت، وبعد ما خرج الهوكماني قلنا عاوزين نخليه سعر مرن. يعني معلش يعني مش هو ده السعر المرن. هو الطبيعي لو انا عندي فلوس بتخرج او التدفقات بتاعتي عكس التدفقات عكسيه، الطبيعي ان سعر العمله بتاعي لازم يعكس الكلام ده في السعر بتاعه. يعني انا بقول في اول 100 مليون خرجوا ممكن اطلع نص جنيه، لو مليار طلعت اطلع جنيه وهكذا، لكن ما سيبهاش لحد ما كل التدفقات تخلص وبعد كده اعمل التعديل بتاع السعر. ده مش مرن، ده مش حتى فلوت، يعني ما اقدرش اعتبره يعني طيب تعويم حر او تعويم الان. بناء على الغرض من المرن دوت ايه؟ الكلام ده على فكره موجود معانا من اول اتفاق عملناه مع الصندوق في 2016، صح، ان احنا يبقى عندنا سعر صرف مرن. الميزه بتاعت سعر الصرف المرن في ايه؟ ان هو بيديك القدره على امتصاص الصدمات. يعني تخيل كده، لو انا عندي ال 20 مليار دول بيخرجوا وهو في حاله خروجهم رحت طالع بالسعر بتاعي او سبت السعر يتحرك مع اتجاه الخروج ده، هو اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انا هوفر نفسي تكلفه في خروج الاموال دهية. نمره اثنين، بعض الناس لو السعر طلع قوي قد يعيدوا النظر ان عندهم خسائر وما يخرجش، وبالتالي يقول لك لا انتظر لما السوق يهدى ابقى اخرج بعدين. ده انا بوريك بس مثل بسيط. الحاجه الثانيه برضو اللي هي مهمه ليكي، لازم تحط في اعتبارك دايما انت عملتك واحده من الوسائل في السياسه النقديه بتاعتك، وليست هدف، هي وسيله وليست هدف. يعني ايه وسيله؟ يعني النهارده لو انت العمله بتاعتك اكثر من قيمتها، هو الوقت الحالي على فكره الجنيه المصري مقيم باقل من قيمته بحوالي 2 جنيه. يعني حتى بالسعر الرسمي اللي هو 24 70 دوت احنا مقيمين بحوالي 2 جنيه اقل من القيمه العادله. يعني انت شايف يعني القيمه العادله؟ لا ده مش انا اللي شايف، انا مش انا اللي شايف، انا بكلم حضرتك على ناس. حتى جولدمان ساكس كان مطلع تقرير وده الناس مش هيقولوا انه مقيم باقل من قيمته وهو مش حقيقي. كان في تقييم ب 22 70 مظبوط، هو ده 22 70، هو بيتغير كل شويه مع تغير التضخم. لكن انت عندك بقى عندك خلاص سعرين، وبقى عندك سوق سودا واصله الارقام غير منطقيه، 38 وغير بقت ارقام غير منطقيه وغير معقوله. انا قعدت الاجتماع، البنك المركزي عامل اجتماع استثنائي يوم الخميس، ولا وهتبقى في قنبله في الاجتماع، ولا وصندوق النقد مش هيوافق على طلب مصر. كل دي وسائل لناس تتربح من ضعف ثقافه الناس ومحاوله استغلال، وابتدت بالذهب في الحقيقه. يعني انا طيب مستغرب طب بس في جزء تاني ان هو هل هو موجود؟ ما هو ليه في بيبقى في سوق سودا؟ لنقص المعروض. لو البضاعه موجوده مش هيبقى في سوق سودا. انا عاوز اقول لحضرتك المعروض فين. احنا كدوله في اخر البيانات موجوده عندي طبعا قبل ما كنت اسيب المركز، احنا تقريبا الامور عندنا متوازنه بين الايرادات وبين المصروفات. ولكن تبقى مشكله واحده هي المتاخرات اللي موجوده في الميناء، حلها لو اتحلت يعني معناها ارتفاع في الاسعار. انا هنا بفكر المواطن بيفكر ازاي وبيسال اي سؤال. لا عنده للمواطن حق، والمواطن عنده حق بس يعني ما اختلفش معاك، لان الدليل النهارده ان في ناس انا اعرفها واماكن عندها بضاعه واشترت من البنوك ومن البنك عندنا بالدولار ب 23 و24 جنيه، لما يجي بيحاسب المنتج النهائي بتاعه بيحاسبه لك بحسب سعر الدولار في الصاغه. طب ويعني ما هو ده كمان برضو خلي بالك من حاجه، يعني التجاره شطاره انما مش نصب، دي بعد مش استغلال ونصب. في اصلاح نهائي بقى، لان احنا عملنا خطوات في الاصلاح، عايزين بقى نعمل الاصلاح النهائي. لا هو حقيقي لازم حضرتك تبصي على اكتر من حاجه، لازم تبصي الاول نرجع لورا شويه على المؤتمر الاقتصادي، واعتقد في كام حاجه مهمه جدا اتقالوا في المؤتمر دوت في كلام السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي. لو رجعنا للكلام ده هنلاقي نفس الكلام اللي هي صندوق النقد حطه في الكلام بتاعه.
فكره ان انا عندي وثيقه ملكيه الدوله، ان انا انقل ملكيات الدوله اوديها على الصندوق السيادي وابتدي ادي فرصه للقطاع الخاص يشاركني فيها. فكره ان النهارده يعني حتى السيد رئيس الوزراء لما اتكلم على استهداف التضخم، يا جماعه سيبوكم من سعر الفايده وسعر العمله، خلينا نركز انا لو بستهدف التضخم مش سعر العمله، في ادوات عندي عنيفه ممكن استخدمها انزل بيها تضخم. استقرار الاسعار هو الاساس في الاقتصاد، افتحي قانون البنك المركزي كده هتلاقي المهمه الاولى للبنك المركزي هو استقرار الاسعار، لا قال له فيها تديني سعر فايده حلو وانبسط بيه، ولا قال فيها ان انا عاوز سعر دولار ثابت، ولا قال فيها نزل لي الدولار ل 3 جنيه، ما فيهوش الكلام ده، في حاجه واحده بس، استهداف استقرار الاسعار. طيب فقط لا غير. نمره ثلاثه، نمره ثلاثه برضه حضرتك، السيد رئيس الوزراء ذكر في وسط الكلام لو الناس متابعه تفاصيل الكلام اللي قاله، قال على الديون برضه ان الديون الخارجيه ايراداتنا الدولاريه بتمثل 25% السنويه، يعني بتمثل 25% الديون الخارجيه، في حين انها من عده سنوات فاتت كان الرقم ده بيمثل 100% من الديون الخارجيه، وبالتالي احنا عندنا ديون خارجيه لازم نشتغل عليه، ان انا ازود ايراداتي بالعمله الاجنبيه سواء بالتصدير او السياحه او غيره. واعتقد معالي الوزير احمد عيسى يعني عامل شغل كويس، ربنا يوفقه ان شاء الله، عتبته تبقى كويسه على السياحه، زائد موضوع التصدير وخلافه، الحاجات دي كلها لو جمعتيها مع بعضها وقدرنا نرفع الايراد الدولاري بتاع الدوله يوصل ل 50% 60% 70% في وقت الحرب، قبل الحرب الروسيه، بالاضافه للتضخم لارتفاع الاسعار بره والازمه اللي بره، فنتجت عنها فجوه تمويليه. مظبوط. الفجوه التمويليه دي لان احنا خلينا ونقول برضو ان السيد معالي وزير الماليه قال احنا ما كانش المفروض نعتمد على الاموال الساخنه دي في تمويل حاجات، لكن كنا ممكن نستخدمها في حاجات اخرى، وبناء عليه استخدامها يمكن عشان يساعد مثلا صافي الاصول الاجنبيه للبنوك وخلافه، لكن مش لل عشان خاطر امول بيها مشروعات والتجاره الخارجيه، لا. وبناء عليه في حاجات دروس كتير قوي اتعلمناها، واحنا نفسنا الدوله نفسها قالت احنا كان عندنا دروباكس او مشاكل في 1 2 3. الكلام اللي طالبه الصندوق يتوافق مع الكلام اللي قالته الحكومه من قبل حتى ما يطلع الورقه بتاعت الصندوق امبارح. احنا في الاتجاه المظبوط، اعتقد ان احنا اتعلمنا من حاجات كتير قوي عملناها غلط. انا عندي ثقه تامه في الاداره الحاليه في البنك المركزي، مش مساله ان اعرف الناس، لا انا عشت معاهم قعدت معاهم، الناس دي قادره انها ان شاء الله تصلح الامور، وعندها يعني احنا بنقول التيكس تو تانجو، يعني لازم اثنين بين الدوله وبين البنك المركزي. انا ما زلت عند رايي انا متفائل، والناس تقول لي متفائل ليه؟ اقول لهم انا لما ببص على الناس بتدير الحاجه ازاي وبدايه الاصلاح هو تقول لي انا غلطت في كذا او عملت كده مش مظبوط فابتدي اصلح. خلينا نبص على الصوره من فوق قوي، مش منظوم ضيق اللي هو منظوم الصندوق فقط لا غير. طيب بس الناس بقى، وماذا عن منظور المواطن اللي هو بيقول لك؟ انا في اعتقادي الشخصي انا النهارده، انا في حد كان بيكلمني من القاهره بيقول لي شفت حصل ايه في الدولار النهارده؟ قلت له لا ما انا مش النهارده البنوك قافله، وقال لي لا في السوق بره، قلت له لا ما اعرفش، قال لي ما حدش عاوز يشتري دولار، قلت له للدرجه دي يعني عشان امبارح كريستلينا وافقت على القرض قال لي ما هو السوق سوق كله سبيكيليشن، كله مضاربات، كله مضاربات، والذهب نفسه تراجع النهارده. فاللي عاوز اقول لحضرتك انا في اعتقادي الشخصي الامور هتستقر مع بداية خروج الحاجات من المواني وحل المشكلة بتاعت الميناء. بس ده محتاج 6 مليار كده في ايدك مبدئيا، يعني انت محتاج أنا لك. انا مش انسايدر وما اقدرش اقول لك، لان في حاجة حضرتك، في حاجات منهم يعني دي بتقولي 6 مليار. انا بقول عشان بس ما اخضكيش، بعض الاحيان لما تيجي تكلير الحاجات دي في يوم وليلة هتبص تلاقي نصهم بيقول لك لا مش عاوز. بيعها في مزاد. اوكي، فيعني في نفس الوقت اساعد المصنعين في دول اخرى. اخر سؤال، هل اذا مرونه سعر الصرف دي يعني نتوقع خفض جديد في سعر العمله ولا ايه الوضع بالظبط؟ يعني والله هي ما بتمشيش كده يا استاذه لميس، صدقيني هي اللي البنك المركزي عمله الفتره اللي فاتت انه بيحرك السعر جراديوال علشان دايما يبقى السعر المعلن في السوق هو اعلى او حتى ارخص من القيمه العادله بتاعته، ده اهم حاجه. ده اهم حاجه، لانك يوم ما هتبقى القيمه بتاعتك
اعلى من القيمه العادله زي ما حصل كذا مره قبل كده في السنوات السابقه. محدش هيستثمر عندك، محدش هيجي. هو وكل مره هتروحي واخده كده تروح المرزبه نازل على دماغك 5 6 جنيه في الساعه، ما ينفعش يعني، مش ده السعر المرن يعني. أنا بشكرك، ويعني أتمنى أن التفاؤل اللي أنت فيه ده يكون فعلا تفاؤل يعني ينتقل إلينا جميعا، وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيسه قريبا يعني كما هي الأنباء. نخلص بقى الاقتصاد، هنتكلم في الاقتصاد تاني في النصف التاني من حلقتنا. خلونا نذهب للكورة بقى ونشوف المغرب الذي احتفظ بالمرتبة الرابعة، أو يعني هو المرتبة الرابعة في كأس العالم. معانا زميلنا محمد طه مراسل اون تايم سبورتس من الدوحة، واعتقد معاه زميل محلل مغربي أستاذ عبد الفتاح مؤمن. مساء الخير يا طه، ايه الأجواء عندك؟ مساء الخير استاذ لميس، وكل التحية لحضرتك وكل مشاهدي اون. يعني الساعات الاخيره قبل نهايه المونديال اليوم بعد مباراه الثالث والرابع وتتويج المنتخب الكرواتي، بالفعل كنا نتمنى ان يتوج المنتخب المغربي اليوم بالمركز الثالث وطموح المنتخب المغربي، ولكن هذا لا ينقص من الذي حققه المنتخب المغربي في هذه البطوله. بالتاكيد الجماهير اليوم كانت تطمح في ذلك، وصلت لاعداد كبيره واستمرت في مؤازره المنتخب المغربي، سواء المنتخب الجماهير المغربيه او ايضا كل العرب الذين جاءوا ليدعموا المنتخب المغربي ونالوا تحيه كبيره حتى بعد تسلم الميداليات بالنسبه بالنسبة للمنتخب الكرواتي. وكانت الأمور كلها في فرحة وسعادة بما حققه المنتخب المغربي، وإن كان هناك يعني بعض الحزن، ولكن الأمور كلها كانت يعني فخر بما قدمه في هذا المونديال والذي سيغير الخريطة بالنسبة للكرة العربية في الفترة القادمة. للحديث أكثر أيضا ينضم لنا الأستاذ عبد الفتاح مؤمن. أولا برحب بك، يعني ما قدمه المنتخب المغربي شيء يدعو للفخر، كنا نتمنى أن يتوج بالمركز الثالث، ولكن هذه هي كرة القدم. لكن في النهاية كمجمل استمتعنا، هزمنا منتخبات كبرى، حققنا أرقام قياسية، كان الأمور كلها للتاريخ شيء يدعو للفخر. شكرا جزيلا، وأشكر كذلك الإعلام المصري على المساندة الكبيرة لمشاركة المنتخب الوطني هنا بقطر. أعتقد على أنه مشاركة المنتخب الوطني كانت استثنائية بكل المقاييس، يعني على مستوى الأرقام، على مستوى الدعم الجماهيري، على مستوى الدعم العربي والإفريقي للمشاركة المغربية. وبالتالي يمكن القول رغم أنه كان بإمكاننا أن نكون أحسن، ربما كان بإمكاننا أن نكون غدا في مواجهة الأرجنتين لولا الإصابات التي كانت على خط الدفاع. يعني اليوم لعبنا ب لاعب وسط يعني في خط الدفاع، وبالتالي كان مصاب إصابة مجموعة من اللاعبين على مستوى خط الدفاع. كذلك كانت هناك بعض الهفوات التحكيمية، إذ لما أقول لا أقول أخطاء وإنما هفوات. وبالتالي فأعتقد على أن المشاركة المغربية لم نكن نتوقع أن تكون المشاركة المغربية بكل هذه القوة وبكل هذا الجمال، على اعتبار أن المنتخب الوطني غير من طاقم تقني 3 أشهر قبل بداية المونديال، وكذلك حتى على مستوى تشكيلة اللاعبين عندما تم اختيارهم فهناك مجموعة من اللاعبين شباب. المنتخب الوطني اليوم اللاعب بلال خنوسي لاعب 18 سنة، وبالتالي هناك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين شاركوا. بالتالي فأعتقد على أنه بجانب المشاركة المغربية الجيدة، بجانب كما قلت تغيير خريطة كرة القدم الوطني واعتبار الدول العربية والإفريقية كذلك يمكنها المنافسة على مستوى كأس العالم، ولكن كان هناك كذلك أشياء إيجابية على مستوى التجربة التي اكتسبها المنتخب الوطني. على مستوى كذلك يجب أن نعرف على أن المنتخب الوطني هو المنتخب الوحيد في المونديال الذي شارك بجميع لاعبيه باستثناء الحارس الثالث رضا التاكناوتي، وبالتالي 25 لاعبا شارك، 25 لاعبا أزيد من الثلث لم يشارك حتى في الإقصائيات، وبالتالي يكتشف المونديال لأول مرة. وأعتقد على أنه ما يجب العمل عليه الآن هو استثمار هذه النتائج على مستوى كذلك جميع المشاركات المغربية، وربما بدءا الشهر المقبل بمشاركة الوداد في كأس العالم للأندية. لما نخش على كأس العالم عايز أسألك كيف يعيش الشارع المغربي الآن هذه الحالة وحال اللاعبون الآن بعد انتهاء البطولة؟ الكل سيعود إلى أنديته، هل في أي ترتيبات أخرى بالنسبة للمنتخب المغربي بعد نهاية المباراة اليوم؟
اكيد انه يعني حتى هذه اللحظه يعني انا كنا في نشره الاخبار وبالتالي كانت يعني الشوارع مملوءه عن اخرها في المغرب، يعني كما لو ان المغرب انتصر، وبالتالي فاعتقد على انه الاحتفالات ستستمر، ربما سيكون هناك استقبال ملكي للعناصر المنتخب الوطني والاحتفال بهم في الشارع، وبالتالي فاعتقد على انهم يستحقون الاحتفال، ولكن هذا التشريف يجب ان لا يستمر طويلا، ونبدا في التكليف، والتكليف ليس فقط المنتخب الوطني، ولكن أعتقد على أن المنتخب الوطني المغربي ربما حقق نتائج إيجابية، ولكن ربما أصبحت المنتخبات العربية أكثر تكليفا والمنتخبات الإفريقية من أجل أن نستمر في هذا النوع من التوهج. أخيرا من فاشت معي وما سألكش عن حصول المغرب على تنظيم كأس العالم للأندية في فبراير القادم بعد الإعلان من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأمس في مؤتمر صحفي، أعتقد خطوة جيدة كمان للمغرب في الفترة القادمة، كمان الأهلي المصري سيشارك باعتبار الوداد هو منظم وحصوله على البطولة. الشيء إيجابي أن تشارك الأهلي، ربما أنصفتها كذلك الظروف أنها تشارك في كأس العالم للأندية ربما المرة الثامنة على الثوالي الثامنة. أعتقد أنه فوز المغرب أو إسداء تنظيم كأس العالم للأندية للمغرب أنا أعتبره هو استمرار لتنظيم المغرب لمجموعة من الملتقيات. يجب أن نعرف على أن ربما ثلثي إقصائيات كأس العالم أجريت بالمغرب، يعني مجموعة من الدول الإفريقية يعني استقبلت بالمغرب، وبالتالي فتنظيم كأس إفريقيا للسيدات، تنظيم كذلك الإقصائيات المتعلقة بالألعاب الأولمبية التي ستجرى بالمغرب، وبالتالي فأعتقد على أنه هذه سيرورة من أجل يعني هناك يمكن القول على أن في المغرب هناك خطين متوازيين، هناك النتائج الرياضية وهناك كذلك التنظيمات، وبالتالي من أجل ربما أن نستمر في هذا التوج تنظيميا ورياضيا. مرحبا. لازم تساله يا طه. دي كانت اطلاله محمد استاذ فتاح طبعا. طيب هو سامعني محمد، لازم تسال الضيف، هو بكره هيشجع فرنسا ولا البرتغال ولا سوري ولا الارجنتين؟ هيشجع بكره فرنسا ولا الارجنتين؟ ارجنتين. طيب سؤال من استاذ لميس، بكره انتهت خلاص اليوم مباراه الثالث والرابع، بكره الارجنتين وفرنسا المباراه النهائيه، اي فريق ستدعم؟ وكمان ايضا الشارع المغربي يعني هيبقى اقرب لايه؟ انا ساتكلم بكل، انا سادعم الارجنتين لسببين اساسيين، اولا ربما احسسنا بالظلم في مقابله فرنسا، والشيء الثاني اريد ان ينهي ميسي مسيرته بكاس العالم. تمام، اجابه تمام. واضحه بالنسبه لميسي، ميسي اجابه واضحه، ميسي هنا في كل مكان. انت يا طه هتشجع مين بكره؟ حتى اليوم حتى يا محمد ديشامب المدير الفني. انت محمد هتشجع مين بكره؟ ميسي. اكيد كلنا هنشجع ميسي لانه انت حر، يعني انت حر، انا سيدي اشجع فرنسا، ربما انا بشكل شخصي مارادونا. ماشي يا محمد، اشكر لي ضيفك، انا اشجع فرنسا يا عم. احنا في النهايه نتمنى انها تكون شكرا محمد، نتمنى تكون مباراه ممتعه بالتاكيد نهائي كاس عالم، حتى التجهيزات هنا. كلمني عن التجهيزات. تجهيزات مختلفه كمان بالنسبه لهذه المباراه. التجهيزات هنا بالنسبة للجنة المنظمة اختلفت تماما، وكأنها بطولة منفردة عكس كل المباريات السابقة منذ بداية كأس العالم حتى هذه المباراة، في كل مكان في الشوارع الأمور اختلفت، الإضاءة، التجهيزات، حتى الاستاد نفسه استاد لوسيل اختلف، كل شيء محيط بالاستاد داخل الاستاد، كل شيء يشعر لكل المشجعين هنا في قطر باهتمام هذه المباراة والحجم وقوة طبعا المباراة النهائية لنهاية حدث تاريخي بالنسبة لقطر. لكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك النهاردة كمان المديرين الفنيين سواء ديشامب أو حتى المدير الفني للأرجنتين في المؤتمر الصحفي يعني أشادوا طبعا بالمونديال، وأنه العرب يعني قادما إن شاء الله هيكون ليهم نصيب كبير جدا، لأنه ما شاهدوه في هذه البطولة هيدي فرصة كبيرة جدا لكرة القدم أنها تتغير. وكمان لازم يبقى في وقفة بالنسبة للمنتخب الكرواتي الذي حصل على المركز الثالث، 6 مشاركات في كأس العالم منها 3 ميداليات.
شكرا محمد طه، هنتابع معاك بكره الفاينل باذن الله واجواء النهائي. شكرا زميلنا محمد طه، كل طاقم طبعا اون تايم سبورتس اللي بيتابعوا المونديال منذ بدايته. هتشجعوا مين، فرنسا ولا الارجنتين؟ امبارح كابتن سيف زاهر كنا في دير جاست وكان بياخد جايزته، انا كنت باخد جايزتي وهو على الستيج، قال انا هشجع فرنسا، وانا كمان يا كابتن سيف هشجع فرنسا برضه. نخرج فاصل وبعد الفاصل نكمل الأخبار. مبادرة سيارات المصريين في الخارج، من الواضح ان المرحلة الاولى ما جابتش اقبال او ما كانش يعني حققت، لم تحقق اقبال او الاقبال المتوقع، وبالتالي مجلس الوزراء عمل تعديل وقام بتعديل بعض الشروط. انا بس عايز اقول حاجة، ان التعديل كان في القرار، يعني هو كان في قانون اللي هو له علاقة بأنه المبادرة مدتها 4 أشهر وأنه تخلص في منتصف مارس والكلام ده كله، ولكن ده قانون لا يمكن تعديله. إيه اللي تم تعديل بعض بنوده؟ تم تعديل القرارات التي صدرت من رئيس الوزراء. تم تعديل 3 بنود من 4 طلبات كانت للمصريين بالخارج. أول شرط تم تعديله اللي هو إلغاء شرط إيداع المبلغ قبل 3 أشهر، فأصبح الطلب أن يكون عندك يعني يكون عندك حساب بنكي، لكن مش لازم تكون أودعت نفس هذا المبلغ في حسابك البنكي اللي في الخارج لمدة 3 أشهر. الشرط الثاني اللي تم برضو إلغائه الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصريين في الخارج، ده برضو اتلغى. الطلب الثالث اللي برضو اتلغى، والشرط الثالث اللي اتلغى، اللي هو تحويل المبلغ النقدي وفقا لفئة السيارة في الجداول، أصبح لكل فئة كاتيجوريز او درجات، فئات متدرجة عالية ومتوسطة وعادية. خلونا نحاول نفهم كيف يمكن ان تؤثر هذه التعديلات على اقبال المصريين في الخارج، لان احنا كنا خلاص شوف يعني الحقيقة الارقام كانت ضعيفة جدا. استاذ احمد ابو بكر مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة، استاذ احمد مساء الخير، يعني هل تتوقع انه هذا تغيير هذه الشروط ممكن يؤثر على مزيد من الاقبال للمصريين في الخارج؟ مساء الخير استاذ الفيز، اهلا بحضرتك. فهم اهلا والله، التغيير كان حلم من زمان، من حوالي أكتر من 20-30 سنة. وبالحلم ده لما جت معالي الوزيرة عندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعلا فعلت الموضوع سيارات المصريين المغتربين بالخارج، وصدر بهم القانون 161 لسنة 2022، وصدرت اللائحة التنفيذية بتاعته اللي هي 78 لسنة 2022. تمام؟ ظهرت بعض المشاكل في القانون. انا حضرت كنت ضمن وفد مع وزيره الهجره في المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض وفي مدينه جده وايضا في الامارات العربيه المتحده في دبي، وكانت فعلا شكاوي المصريين متعدده. منها اول حاجه موضوع اللي هو ان المبلغ يجب وجوبيه، يعني المبلغ يجب ان يكون موجود في الحساب قبلها ب3 شهور، قبل التحويل ب3 شهور، ودي كانت مشكله بالنسبه للمصريين المقيمين في الخارج. ليه؟ لان بعض يعني معظم المصريين ما بيحطش في حسابه مبالغ كبيره، معظمهم بيحولوا اول باول، معظمهم يعني بيخاف يودعوا عشان محدش يقول له من اين لك هذا، عشان محدش النهارده بيقدر يحط مثلا 20-50 ألف دولار في حسابه في الخارج. لكن الحمد لله، وكان معظم الشكاوي من 3 حاجات دول، ان طبعا موضوع الشهور بتاع الوديعه، ان الوديعه تكون موجوده قبلها ب3 شهور. طيب انا عايز اسالك على البند الثالث اللي هو موضوع فئه السياره في الجداول المرفقه بالقرار بمعكس قيام مصلحه الجمارك باضافه فئات متدرجه، اشرح لي الجزء ده يا استاذ احمد. بص حضرتك، هي الفئات اللي كانت موجوده في الجداول، طبعا احنا كنا حاطين يعني الضريبه الجمركيه
الضريبة الجمركية كانت على حسب الفئة اللترية. تمام. أول فئة لحد 1600 سي سي. تمام. الثاني فئة من 1600 ل 1999، الفئة الثالثة 2000 سي سي فأكثر. بس قد يكون في العربية مثلا فئة 1600 سي سي بس في كذا درجة منها. يعني في أجيال من العربية. بمعنى إيه؟ بمعنى في فئات منها. في فئة مثلا فيها فتحة سقف، في فئة ينوط سبور، في فرش جلد، فبتبقى العربية مختلفة. احنا كنا حاطين متوسط سعر للفئات دي، لكن دلوقتي لما لقينا شكاوي بدأت المصلحة تدرس شكاوي الناس وبدأت تحط مثلا فئات متدرجة حسب ايه؟ حسب الاوبشن اللي في العربية. طيب خليك معايا استاذ احمد، خلينا نسمع بقى المصريين في الخارج. استاذ علاء سليم الامين عام لاتحاد المصريين في الخارج، هل تغيير او تعديل بعض الشروط ممكن يحسن اقبال المصريين في الخارج على ان هم يرسلوا سياراتهم او ينضموا لهذه المبادره؟ استاذ علاء مساء الخير استاذ لميس، وتحياتي لحضرتك استاذ المشاهدين وضيفك الكريم احمد بيه ابو بكر. والحقيقه انا بشكرك كمان على الاهتمام، يعني الحقيقه انا كان ليا مداخله مع حضرتك في نفس الموضوع. صحيح. و يعني طبعا ما فيش شك ان احنا تقدمنا الى حد ما، بس الحقيقه ان مش كل المشكلات حلت استاذه لميس. يعني مش بس كان الموضوع موضوع الثلاث شهور بتاع ايداع المبلغ، لكن لو سمحتي لي حضرتك ان انا استرسل في الموضوع ده. يعني الحقيقه ان قيمة الوديعة مبالغ فيها، وده امر يعني تطور طبيعي لتخفيض قيمة الجنيه، فلان المبالغ بتتحسب بالدولار، الريت اللي بتحسب عليه قيمة الجمارك او قيمة الوديعة بالدولار. فانا لو سمحتي لي حضرتك اضرب مثل، يعني مش عارف مسموح لي اقول ماركة معينة ولا لا. يعني مثلا سبورتج مثلا، السيارة سبورتج موديل 21 اللي اشتراها كان مخطط ان هو يدفع حوالي 200,000 جنيه جمارك. من خلال الخبرات والسؤال تزيد قليلا، تنقص قليلا، بس في حدود ال 200,000 جنيه. النهارده مطلوب منه 20,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. يعني بدل ما كان مخطط انه يدفع 200,000 بيدفع 600,000. وقيمه العربيه في مصر 1,200,000. يعني بيدفع جمارك 600,000، طب ايه الدافع ان هو يعمل كده؟ فانا اعتقد ان الموضوع برضه لو احمد ده يعني يكون في نوع من انواع المرونه في سعر الريت، لان انت بتحملني فجاه وبدون مقدمات وفي توادي، لازم يقولوا انت بتحملني مثلا بظروف طارئه بزياده قيمه الدولار اللي ما هو ده اللي حصل. بس خلي بس استاذ علاء، ما هو ده اللي حصل. ما هو انت عندك تغير في قيمه العمله، خلاص ده امر واقع. انا في النهايه انا مع حضرتك، بس انا في النهايه احنا عايزين ننجح بالموضوع ده ولا لا؟ يعني احنا هل عايزين زي ما حضرتك بتسالي يحصل نوع من انواع مثلا نجاح للمبادره؟ اذا كان ده هو الغرض، يبقى لازم نكون اكثر مرونه في في طب في طب انتوا شايفين ان الاسعار يعني من شهر اتفضل من شهر يا فندم، من شهر اللي جايب العربيه ده انا بضرب بيها المثل، كان هيدفع 200,000، النهارده مطلوب منه يدفع معادل 600. يعني طب وانت ليه بتحسبها ثواني؟ انت ليه بتحسبها بالجنيه؟ ما انت هتاخده برضه، ما انت لما هتسترد الوديعه بعد 5 سنين هتستردها بسعر السوق اللي هو ممكن يبقى 600,000 او 700 او اي رقم تاني، او اقل. حطي حضرتك في الحسبان ممكن أو طبعا او يعني اقل احتمال يكون او يا اقل رب. يا رب خلي بالك، هي ما انت هتحطه بالضبط، هي المصلحه. نعم هي المنفعه متبادله. ما انت لازم تقولي للمصري في الخارج، يعني انت مش بس هتدفع، يعني ايه العائد؟ العائد مثلا ان يخسر نوع من الجمارك، بس نوع خير ما اخسرش فيه. طب عني انا شخصيا يعني. طب خليك معايا كمان وجهه نظر الناس. طب خليك معايا استاذ علاء. استاذ احمد ابو بكر، رايك ايه في الكلام ده؟ بص حضرتك يا فندم، طبيعي هو المفروض ما يحسبهاش في الجنيه. انا النهارده في مصر تاجر، لو انا ما هشتري عربيه من مصر، انا بعيدا عن المبادره هشتري عربيه من مصر، تمام، التاجر اللي اشترى العربيه من مصر وبيبيعها لي انا في السوق المصري، اشتراها بالدولار، وبالتالي حول العمله المصريه بسعر الدولار الحالي. يعني ده شيء طبيعي ان ما هو ما يقارنش احنا الجنيه بالدولار دلوقتي.
لان التاجر اللي اشترى، لو انا هشتري من تاجر في مصر، التاجر العربيه دي اشتراها مثلا ب 10000 دولار، ال 10000 دولار من شهرين او من كذا شهر كان ال 10000 دولار كان الدولار مثلا ب 18 جنيه. النهارده لما التاجر هيشتري الدولار بسعر البنك ب 24 70 مثلا، يبقى طبيعي الدولار يبقى طبيعي أو اكتر أو أكتر. طبعا طبيعي هتزيد. النهارده الاتفاقيه اللي اتعملت بيه فيها مميزات للمقيمين في الخارج اكتر من المميزات للدوله. النهارده انا بديك وديعه ان كانت غاليه زي ما حضرتك بتقول، فانت في النهايه بتستردها بعد 5 سنين كامله وبسعر العمله وقت الاسترداد. يعني النهارده السياره تعتبر معفيه. ثانيا العربيه ما فيهاش اي قيود، لا في قيود حظر بيع ولا في قيود اي حاجه. العربيه خدتها النهارده لو حضرتك عايز تتصرف فيها من ثاني يوم مفيش مشكله. طيب تتصرف فيها. طيب خليك معايا برضو يا استاذ احمد، يجيب من المناطق الحره. طيب خليك معايا ايضا استاذ محمود خيري خبير السيارات. محمود انت سامع النقاش، شايف ان التعديلات دي هتغير ولا قصه مشكله الدولار هي العقبه الان؟ لا والله يا استاذه لميس، انا ازاي حضرتك يا استاذه؟ مساء الخير. اهلا بيك. انا سامع طبعا النقاش وسامع الحوار، ولكن في نقطتين مهمين جدا، يمكن الثلاث نقاط تقدم ملحوظ ورهيب، ومنهم يعني النقطه بتاعه تقسيم الفئات اللي كان اول توضيح ليها رسميا كنت انا وضحته لحضرتك واحنا في البرنامج لو تفتكر. صحيح صحيح لحضرتك بالظبط، قلت ان دي نقطه غفله. ازاي تحسب الفئه بتاعه العربيه على انها كلها الفئه الاعلى فقط؟ ما ينفعش. تمام، ده كويس جدا جدا، وقرار التحويل قبلها بثلاث شهور والمبلغ يكون موجود، وكمان التوثيق من السفارات ومشوار البهدله ده، يعني الحمد لله ان الاستجابه وان جاءت متاخره لكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. ماشي تمام. كويس. لكن عندنا نقطتين مهمين جدا جدا يمكن يقضوا على الجدل ما بين الضيفين المحترمين، وهي النقطه اللي لسه ما تمش الاستجابه ليها، المساواه بين المصريين كلهم في الخارج، وكل مغترب في الخارج هو مصري مغترب. يا سيدتي الفاضلة، قيمة الوديعة اللي احنا عمالين نتخانق عليها دي، لو الكل قدر انه يجلب العربية من اوروبا لن يشكو احد. يعني تمام؟ ايوه، انت ازاي هتساوي بين اللي عايش في اوروبا وعندك معاه اتفاقات جمركية معينة، وبين حد عايش في الخليج ليست لديك نفس هذه الاتفاقات الجمركية؟ لا يا فندم، انا بساوي بين المواطنين بتوعي، انا مالي بالاتفاقيات دلوقتي؟ انا طب ما انا مدي ده لكل مصري عايش جوه مصر، اجي احرم منها احد المغتربين ليه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الاتفاقيه الاوروبيه تسري على ال 100 مليون مواطن مصري، لو اي مواطن مصري عايز يجلب عربيه دي وجمارك دلوقتي ما هو بيروح يجيبها عادي. طب انا قافل ده على المغترب ليه؟ اللي هرجع له الوديعه تاني، اللي هو السعودي اللي عايش في السعوديه قصدي، انا اسف، او اللي عايش في الكويت، او اللي عايش في الخليج عموما، انا قافلها عليه ليه؟ اشمعنى ده مستثنيه دونا عن كل المصريين؟ دي مصر وخارج مصر. دي نقطه. طب ما خليه يدفع 19% فقط وساعتها مش هيشكو. طب دي نقطة، النقطة الثانية ايه؟ النقطة الثانية المهمة جدا برضو، اللي اعتقد انها عائق شديد، يعني لم يذكروا الضيوف المحترمين، لكن انا بتكلم برضو عن وجهة نظر، وهذا عوار في اللائحة التنفيذية. القانون ممتاز لكن اللائحة التنفيذية ما زال بها عوار. النقطة الثانية يا فندم، النقطة بتاعت انك بتجبر المصري المغترب انه ينزل بالعربية خلال سنة. ليه؟ انت خد منه الوديعة خلال 4 شهور، ماشي، انت حر، لك مبرراتك واسبابك اللي بتقولها، وان كنا نتمنى طول المدة في هذا القانون لكن مش مشكلة، خلاص حماية للصناعة والكلام ده ماشي، اتفقنا على دي، لكن انت بتجبره ينزل العربية اللي قاعد بيها خلال سنة ليه؟ طب هو هينزلها حضرتك وهيركب ايه هناك؟ هل هذا المصري يعني ملياردير للدرجة دي انه قادر يجيب عربية ينزلها مصر وكمان يقتني عربية هناك؟ طب خليك معايا خيري استاذ علاء، سمعت كلام استاذ خيري وسمعت كلام استاذ ابو بكر، هل ليك تعليق اخير؟ استاذ محمود، طبعا استاذ محمود خيري كلامه الحقيقه بيتكلم في الصميم، وانا طبعا ما عرضتش الكلام ده لان على اعتبار ان هو وارد في القانون مش في اللائحه التنفيذيه، لان القانون طبعا صعب يتغير، لكن اللي ممكن يتغير هو اللائحه التنفيذيه. علشان كده انا بأهيب بالسنه الجمارك واحمد دي ابو بكر، الحقيقه لما اتكلمنا عن الريت بتاع الدولار، العربيه اللي هي مثلا المشترى في 21 في 2021 او موديل 21 او 20 او اكثر، احسب لي الريت على تاريخ الدولار وقتها. لا ازاي يعني احسب لك على هو بيحسب لك بالدولار، انت ليه بتحسب بالمصري؟ هو بيحسب لك بالدولار على ريت البنك دلوقتي. بحسب بالمصري لتسهيل المقارنة، لتسهيل المقارنة. هيحسبها لك على اللي فات؟ يعني هو يخسر؟ يعني هو هيحسبها لك على اللي فات ازاي يا استاذ علاء؟ لا هو ما يخسرش يا فندم.
لا يا فندم ما يخسرش، احنا بنعمل نوع من انواع المرونه لزياده الاقبال على المبادره. تمام، بالطريقه دي زي ما انا ضربت لحضرتك مثال، المبلغ العائد كبير، انتوا اخواننا في الجمارك بيقولوا ايه؟ ما هو راجع لك الوديعه يا فندم، سيبك من راجع لي الوديعه، ما هي الوديعه انت بتاخدها 20,000 دولار صحيين، ما انت لو جيت هتشتريها من مصر كام؟ هتشتريها من مصر بكام؟ هتشتريها من مصر برضه غاليه، هشتريها يا فندم هشتريها بس يا دوب يعني العربيه اللي انا ضربت عليها مثلا بمليون و200، انت بتدفع عليها جمرك 600,000، فكتيره برضه. انت ما تعرفش المبيعات كتيره على مصر، على فكره انت كتيره على نجاح المبادره، وانا بعمل تسهيلات. أيوة. ونوع من انواع المرونه علشان نمشي. طب انا هقول حاجه، لما ان الكلام ده وارد والكلام ده سليم، طب ليه ما فيش اقبال على المبادره؟ طيب انا بس عايز اقول لك ان ما بقاش في عربيه بمليون و200، خلاص دي الصيني بقى بمليون و200. خليك معايا استاذ احمد ابو بكر، من فضلك كلمات اخيره اتفضل. انا برد نيابه عنكم، اتفضل يا استاذ ابو بكر. تمام حضرتك، اتفضل. بص، بالنسبه للاوروبي، احنا في بروتوكولات وفي اتفاقيه الشراكه الاوروبيه بيننا وبين اوروبا. ما ينفعش اساوي المقيم في الخليج بالمقيم في اوروبا لعده اسباب، طبعا تتعلق بالاتفاقيه، ولعده اسباب برضو ان انا الاوروبي ده غير ده مقيم في الخليج وده مقيم في اوروبا. وبالتالي في فرق كبير في الاعفاء، مش هتجيب عندي حصيله اصلا. مش هتعمل لك حصيله بالظبط، مش هتعمل لي حصيله. طيب ده اول في جزء. ده في عربيات، في عربيات وديعتها 2000 دولار و3000 دولار و5000 دولار، ما تعملش حصيله، مش هتجيب حصيله خالص. طيب يعني الجزء الثاني اللي هو بيقول لك انت ليه بتحاسبني على الدولار على سعر النهارده؟ انا الدولار النهارده انا لازم اسويك بالتاجر اللي بيشتري واسويك بسعر السوق النهارده. التاجر النهارده الشخص المقيم في مصر اللي هيشتري هعامله بالدولار النهارده، ما ينفعش احسب سعر الدولار على سعر العمله. انا النهارده باخد دولار وبديهولك بالجنيه المصري وقت الاسترداد، ما ينفعش احسب لك سعر الدولار في تاريخ الموديل العربيه ولا في تاريخ الشراء العربيه. طيب لا يجوز. خلينا نشوف القوانين مرتبطين بيها. طبعا سعر الدولار في تاريخ 46، بتاريخ التسجيل، بتاريخ فتح البيان الجمركي. الوقت هو اللي هيثبت ما اذا كانت هذه المبادره بتعديل شروطها ده ناجعه ولا لا. انا بشكرك استاذ احمد ابو بكر، بشكرك استاذ علاء سليم خيري، كلمه اخيره ليك. استاذ لميس، انا كنت ما زال برضه بالنسبه لي السبب، انا عارف ان الحصيله المفروض انها تبقى يعني الهدف من القانون، ان طبعا الدوله ايضا الحصيله تبقى. انا هجيب حصيله، انا هجيب لك كله معفي جمارك، ما هو كمان حرام، ما يعني اطلب المستطاع. يعني هيفضل المصري برضه اللي عايش في الخليج حاسس انه وقع عليه ظلم ومش قادر يقدم على الخطوه. هل بصراحه قصة انه التغير مع تغير سعر الصرف ومع والسوق السوداء والوضع اللي احنا فيه ده يقلق المصري في الخارج دلوقتي انه هو يحط وديعة بالسعر ده وهو مش عارف هو لما يستردها هيستردها بانه سعر؟ ما هو يمكن الوضع في سوق الصرف كمان مقلق بالنسبة للمصريين في الخارج. ايوه، ده دي المشكله بقى اللي كنا بنقول عليها. نتمنى من الدوله ومن القائمين على القرار ومن واضع اللوائح التنفيذيه ان التاخير، شفتي حضرتك التاخير في التاخير يعني دي لو من 3 4 اشهر لم يكن من 4 اشهر كانت بقت بومينج. للاسف افقدها زخم اهتمام المصريين، ثم اتت الاحداث الاقتصاديه واثرت جامد جدا. نتمنى الشرط الاخير اللي يمكن تعديله، لو سمحت ما تجبروش انه ينزل العربيه خلال سنه، اديله مساحه قانون من الوقت ارجوك، وهذا الشرط مقبول جدا جدا. انت ما اعرفش الشرط ده في القانون ولا في اللائحه التنفيذيه. للاسف يا فندم. طب ومين بقى هيرجع البرلمان تاني؟ الشرط في اللائحه التنفيذيه. لا، لو في اللائحه التنفيذيه ممكن لا، في اللائحه التنفيذيه، القانون لم يحدد اوقات، يعني في اللائحه التنفيذيه. رجاء نعد الى ان يعني نذلل من عقبات كتيره بحيث ان يبقى في شويه قبول على المبادره بعد ان افقدتها الظروف الاقتصاديه والتاخير في التعديلات الزخم اللي كان مطلوب. للاسف. شكرا محمود خيري خبير السيارات، شكرا استاذ علاء سليم، شكرا استاذ احمد ابو بكر مدير عام جمارك السيارات بالقاهره. هو احيانا لما بنتاخر في يعني الفكره عظيمه جيده، شروطها لما تعدلت اتحسنت كتير، بس التاخير ومزيد بقى من التفاصيل 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 بيفقد الامور زخمها، لان التاخير دخلك في وضع سعر صرف في بعض المشكلات، فبالتالي الناس تقول لك طب وانا هربط ليه 5 سنين؟ لكن الحقيقه المبادره فيها يعني شروط وممكن مزايا كتير.
كتيرة بالنسبة للمصريين في الخارج، نتمنى أنها يعني تؤتي أثرها، وحنشوف ده خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت مجدية بالنسبة لهم ولا غير مجدية. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل نتكلم مرة أخرى عن الاقتصاد وعن برنامج صندوق النقد الدولي. أهلا بكم من جديد. ماذا بعد اتفاق مصر الثالث مع صندوق النقد الدولي؟ هذا هو الاتفاق الثالث في خلال 6 سنوات. ماذا بعد؟ إزاي ما نحققه؟ والحقيقة أنا قلت في بداية هذه الحلقة أنه برنامج الصندوق ليس عصا سحرية بعدها كل الأمور تتحسن، هو بيساعدك بشكل معبري أنك تعدي المرحلة الصعبة اللي نتجت عن نتيجة أمور كثيرة جدا، وبعد كده الأمور يعني تقوم على سياساتك الاقتصادية. هل هترجع للسياسات القديمة ولا عندك سياسات جديدة؟ هل هتفتح الباب للقطاع الخاص؟ هل يعني تزرع الثقة في قلب المستثمر؟ انفاقك هيكون فين؟ كل دي أمور مهمة جدا. إذا إحنا سياستنا فضلت كما هي فإحنا الحقيقة هنلاقي نفس النتيجة. لا يمكن أن أنت تقوم بنفس الأشياء وتتوقع نتائج مخالفة. صندوق النقد في النهاية بيضع معاك برنامج، البرنامج ده أنت اللي بتضعه، أنت اللي بتحط عناصره، وأنت اللي عليك كحكومة وكدولة أن تنفذه. السؤال دايما هو ماذا بعد؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، دكتور ماجد شوي رئيس مجلس إدارة كاتاليست بارتنرز، وأستاذ أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة أزيموت مصر. خليني أبتدي دكتور ماجد بالسؤال اللي الناس كلها بتسأله، هو إحنا كل شوية هنروح للصندوق؟ لا، هو مش كل شوية، بس هو الظروف أجبرتك على أنك دايما كل شوية تروح للصندوق. في 2016 لحبينا ناخد المثل بتاع 2016، إحنا رحنا للصندوق لأنه أنت كنت كدولة طالعة من اقتصاد تقريبا شبه متوقف تماما، اضطرابات سياسية واضطرابات أمنية، وكان في مرحلة تقريبا الاقتصاد تقريبا فيها متوقف لفترة كبيرة جدا. واعتقد ان المروح ل 2016 للصندوق كان لعملية انقاذ موقف الاقتصاد القومي ليعود الى ما كان عليه يعني. لكن الحقيقة بعد ما ابتدينا نشوف ثمار الإصلاح الاقتصادي، لقينا دخلنا في موضوع الوباء، ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وما فيش شك أن في بعض السياسات الاقتصادية كان ليها برضو دور مؤثر بطريقة أو بأخرى ما جابتش النتائج المتوقعة بتاعتها في ظل الظروف دي. عشان كده لجأتي مرة أخرى لصندوق النقد الدولي، لأنه عادة بيبقى البرنامج الإصلاحي في الأول في نوعين من أنواع عشان نبسط المسألة. في نوع بيبقى اتفاق مع الصندوق بيشمله قرض مالي، وفي بيبقى اتفاق مع الصندوق اللي هو التعاون الفني اللي هو بيشمل مجرد مراجعه ومراقبه على الاداء العام دون فيها يكون فيها قروض. المره دي في المرتين حضرتك لجأتي للقرض المالي، وده مش معتاد، بس الظروف ودتك للحته دي. استاذ احمد، هل كان في حلول اخرى؟ يعني في ناس تقول لك لا، يعني الصين ما بتروحش الصندوق، في دول كتيرة ما بتروحش الصندوق، الصندوق ده مؤامرة وبيجبرونا على حاجات احنا ما نقدرش عليها، بينما الحكومة بتقول لك لا، ده برنامج وطني، انا اللي واضع هذا البرنامج. هل في حلول اخرى غير اللجوء للصندوق؟
طيب احنا اعتقد احنا كنا لجأنا للصندوق اوريدي في 2016 واوريدي انجيجد او داخلين معاهم بالفعل في اتفاقيات، فبالتالي عشان تستغني عن دور الصندوق في الوقت اللي انت ما زلت تعاني فيه اقتصاديا كان هيبقى صعب جدا، لان بدايلك عن الصندوق، وانت الصندوق هو في الاخر عباره عن حد بيوفر لك تدبير للسيوله اللي عندك لاي عندك عجز، بيفتح لك الباب انك تقدر يعني توفر يعني الفجوه التمويليه بتاعت حضرتك، فهو هو بيساعد لك بال3 مليار دول زي ما قالوا هيجيب 14 تانيين، فبالتالي يقدر يكون عندك يعني مزيد من دخول رؤوس الاموال، فبالتالي حضرتك عشان يبقى في بديل يبقى لازم يكون من الاول عندنا بديل. يعني كان ممكن بديل مثلا يبقى هو موضوع الدول العربية اللي دخلت سواء في أدوات دين ولا سواء دخلت في منح في الأول وبعدين ودائع وبعدين دلوقتي دخلت في محفظة استثمارات من خلال شراء شركات اوريدي. فبالتالي إنما لو تاخدي بال حضرتك إن حتى البيان بتاع الصندوق نفسه هو قال لك ده هيفتح الباب ل 14 مليار من ضمنهم الحلفاء الإقليميين، فبالتالي حتى الحلفاء الإقليميين هم مستنيين الستامب أو مستنيين إن يكون الصندوق النقد الدولي عمل بالفعل الهومورك بتاعه وعمل الفحص النفيل الجهالة يعني وتأكد من مدى التزام مصر من إن هي هتطبق سياسات إصلاح اقتصادي. فبالتالي مش في المرحلة دي ينفع كنا نستغنى عن الصندوق، فبالتالي في المرحلة دي للأسف هو الصندوق هو الحل السريع الواضح اللي هيجي وراء 14 مليار جنيه. إنما إحنا بقى بتطبيقنا لسياسات الإصلاح الاقتصادي، تغيير هيكلي، دعم القطاع الخاص، سياسات نقدية بالتزامات اللي عليها اللي هي إحنا اللي حطيناها بنفسنا هي اللي هتحدد مدى احتياجك للصندوق بعد كده. إنما إحنا طبعا نتمنى المفروض إن داون ذا رود وإحنا ماشيين نبتدي واحدة واحدة نسدد في القروض دي لغاية لما ان احنا خلاص نبقى بنطفو على يعني على سطح المايه كده لوحدنا من غير مساعدات من صندوق النقد الدولي، ويبقى الاستعانه بيه زي ما دكتور ماجد كان بيتكلم على مستوى الدعم الفني. طيب استاذ احمد قال حاجه مهمه، قال لك انه احنا الشركاء الخليجيين وبنبيع جزء من الشركات، برضو ناس كتيره بتقول لك انت بتبيع بيع المضطر، انت دلوقتي بتبيع اجزاء من اهم شركاتك من اكثر شركاتك ربحا. فالحقيقه انه هنا في وجهه نظر بتقول لك الله طب ما هي دي البرايفتايزيشن، هي دي الخصخصه، هو ده جذب الاستثمارات الاجنبيه، واكيد المستثمر الاجنبي مش هيجي يشتري حاجه خسرانه، والجزء الثاني يقول لك لا انا عايز الحاجه دي معايا، فتحس ان في تناقض في وجهات النظر جوه الشارع نفسه. ده حقيقي التناقض ده موجود، بس اعتقد عشان الرساله ما هيش واضحه قوي. يعني خلينا نبص على البيان الصحفي اللي طالع من صندوق النقد، عنوانه هو ايه؟ هو برنامج اصلاح اقتصادي لمصر لدعم التنميه المستدامه التي يقودها القطاع الخاص. عشان يقود القطاع الخاص لازم تدي له مساحه، المساحه دي بتيجي بطرق كتيره جدا، في طرق قصيره الاجل، في طرق متوسطه وطويله الاجل. القصيره الاجل ان الحكومه أو أجهزة التابعة للدولة داخلة في شراكات أو في مساهمات في شركات رابحة ومعروفة وكبيرة، بتبيع جزء من الحصص دي وبتدخل فيها استثمار أجنبي. ميزة الاستثمار الأجنبي إن هو بيجيب دولار سريع للدولة، ده الجزئية الأهم، وأنت محتاج الدولار السريع ده دلوقتي. والأهم في الموضوع ده إنه هو الهدف في الدولة إيه؟ هدف الدولة إن هي يبقى فيه اقتصاد قوي بينمو بيقوده القطاع الخاص، لانه ما ينفعش الحكومه لوحدها تقود تنميه الدوله، وما ينفعش القطاع الخاص لوحده يقود تنميه، لازم الاثنين مجتمعين. وجرت التجارب حتى في مصر نفسها انه لما بيكون الرياده للقطاع الخاص في وسط نظام حوكمه وانضباط كويس، هتلاقي انه نسبه التشغيل اعلى، التضخم بيقل، موارد الدولاريه عندك بتزيد، ما عندكيش المشاكل اللي احنا كنا اللي احنا دلوقتي بنعاصرها يعني. طيب. أنا عايز أعلق على الحتة دي بس إيه أن فرق، هو الفرق كله يمكن الناس اللي بتقول أنت بعت بيع المضطر عشان التوقيت اللي احنا بعنا فيه، لأن احنا بعنا في إبريل بعد الأزمة على طول يعني أو في أواخر مارس فيمكن كده، إنما خلينا نقول هو ده كان المفروض يحصل من قبل كده بكتير. طبعا المفروض كان يحصل ده الكلام ده من 17 و18 و19 السنين اللي احنا اللي كنا بيسمونا الدارلينج أوف إميرجينج ماركت، اللي هو الناس كلها عينها علينا قد كده ونفسهم إن هم يستثمروا ولكن احنا ما كناش منفتحين ليهم، إنما احنا انفتحنا ليهم إمتى؟ لما اتزنقنا. طب أنا النهارده عندي مثالين اتطبقوا، اولا هي دي محفظه استثمارات زيها زي بتاعه الديون، بس الفرق ان دي قاعده معايا فتره طويله. فالمليار والاتنين مليار دولار اللي بيجوا النهارده دول مش يعني لو حصل ايه مش هيخرجوا بعد سنتين وثلاث، دول هيقعدوا معاك على الاقل من 5 ل 10 ل 15 سنه وقاعد معاك. وعندنا كمان نموذج
في منتهى الجمال ازاي ان الاستثمارات اللي في الشركات اوريدي مقيده تبقى استثمارات اجنبيه مباشره وليست غير مباشره من خلال البورصه، زي المثال بتاع شركه زي مصر الالومنيوم على سبيل المثال، هي هتمول الخط السابع بتاع الانتاج بتاعها 300 مليون دولار، اكيد احنا ما عندناش الموارد ان احنا نمول الكلام ده، فبالتالي اتاخد تتوزع التوزيعات النقديه الكاش اللي جوه الشركه ويجي يدخل المستثمر الاجنبي هيحط 300 مليون دولار هيستخدمه لخط الانتاج، يبقى انا كده استفدت بان انا دخلت مستثمر اجنبي، دخلت دولار، عملت انه يعني دخلت بقى القطاع الخاص معايا، وبعدين المستثمر الاجنبي ده هيجيب وراه 5 و6 و7. طيب خلينا البرنامج يقوم على اربع عناصر، نبتدي بجمله الحقيقه مهمه قالها البرنامج اللي هو الالتزام، التحول الدائم الى نظام سعر صرف مرن لزياده المرونه في مواجهه الصدمات الخارجيه. يعني ايه الالتزام الدائم؟ هو احنا مش كنا من اخر مره يعني احنا عملنا تحريكين، واحد في مارس وواحد في اكتوبر، وفي كل مره بنقول ان احنا بنتحول لنظام السعر الصرف المرن، هل احنا هنا ما بنتحولش بشكل دائم؟ فهنا الصندوق بيقول لك لا بقى انا عايز اشوف تحول دائم توتال فلوتيشن، هل احنا نستطيع بصراحه يعني قادرون على توتال فلوتيشن على تعويم كامل؟ هو مبدئيا التعويم اللي حصل حتى على فترات قبل كده في مصر دايما بيبقى تعويم في مرحلة أولانية وبعد كده بينتقل إلى يا شبه تثبيت سعر الصرف يا بنسميه مانج فلوت أو إدارة مرنة، إدارة مرنة لسعر الصرف. الإدارة المرنة لسعر الصرف نقدر نقول شفناها في مصر من فترة 2004 لغاية 2010. في 2016 حصل فعلا تعويم ولكن بعد كده حصل شبه تثبيت لسعر الصرف رغم انه في ازمات حصلت في العالم. ايه مشاكل ده بقى؟ يعني المواطن خلي بالك في مواطن وفي اقتصادي، المواطن بيقول لك انا كنت مستمتع بالدولار لما كان ب 3 جنيه وبعد كده بقى مش عارفه ب 5 جنيه وبعد كده حتى 15.70 خدمات للخدمات. يعني في الاخر التثبيت او سعر الصرف ما هوش هدف في حد ذاته، هو سعر الصرف ده سياسه، سياسة سعر الصرف دي من شأنها هي زيادة كفاءة الاقتصاد وتنافسيته في الخارج. بس أحمد كان بيقول وإحنا بنتناقش قبل الهوى لا يا جماعة، يعني إحنا كنا مختلفين هنا على الترابيزة. أنا كنت بقول مانج فلوت وأنا ميال لمانج فلوت، دكتور ماجد كان بيقول مانج فلوت اللي هو تعويم مضار اللي هو ما أقدرش أعمل توتال فلوتيشن، أحمد بقى بيقول لا تعالوا يا جماعة شوفوا تجربة تركيا. كنت بتقول ايه يا استاذ؟ طيب هي الفكره كلها انا 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 نفسي نعرف كلنا والساده المشاهدين ان سعر الصرف هو اداه وليس هدف. احنا ساعات وصلنا لمرحله ان احنا كنا بندافع على الجنيه اكن هو ده الهدف الاقتصادي الاسمى، في حين ان هي دي الاداه اللي انا بستخدمها عشان احفز الاقتصاد بتاعي واشغله في الاتجاه اللي انا عايزه. في اوقات ممكن اكون مستفيد من تخفيض عملتي زي المثل بتاع تركيا والصين، بس ده لو انا عندي صادرات، لو عندي صادرات وسياحه، السياحه ماشي بتتحسن، بس انا لو عندي صادرات وعندي صناعه مستهدفه التصدير انا متاكد. وفي اوقات تانية بتبقى لا بالعكس انا عايز سعر عملتي اقوى، عايز سعر عملتي اقوى عشان انا مستورد وكلام ده. فانا اقصد اقول بس هي فكره لازم يكون عندنا مبدئيه مرونه في التفكير وفي النظره لسعر الصرف. انا النهارده في 2016 لما عومنا مش طلع من 88 ل 18.5 و19، فبالتالي حصل ايه؟ حصل فلاش، حصل تدفقات اموال اجنبيه كتير جدا على سوق ادوات الدين، ودخلت على لما شلنا الريباتريشن ميكانيزم دخلت على الانتر بانك على طول عملت ايه؟ راحت منزله سعر الصرف من 18.5 ل 15.60 15.70 وفضل كده كتير لان انت اصبح عندك موارد مستمره كانت عباره عن استثمارات الاجانب في ادوات الدين، عباره عن تحويلات المصريين في الخارج اللي قاعده بتزيد، فبالتالي ما كانش عندك قلبت نت مصدر للغاز بدل ما كنت مستورد، فاصبح عندك شويه رفاهيه ان انت يفضل السعر ده وانت ما بتتحركش فيه. كان ضروري في شهر 9 مع بدايه فدرالي وهو بيدي اشاره خروج خروج لما بيقول حرف على سعر الفايده وابتدت اجانب يخرجوا من كل الاسواق الناشئه اللي احنا واحده منهم على فكره مش لوحدنا، يعني هو ابتدوا يخرجوا من كل حته، كان اوتوماتيكلي لازم اسيب الدولار يتحرك زي ما هو عايز عشان الاجانب دي على الاقل تخرج، هم مش هيبقوا زعلانين، كنا سيبناهم يخرجوا بالشكل اللي هو عايزه. هم دخلوا كسبانين وخرجوا كسبانين وانا اللي خسرت. انا بالظبط، فانا كنت سبت هنا كنت سبته بقى خلاص ان انا. طيب احنا بنتكلم في مواضيعنا النهارده، خلينا نتكلم في وضعنا النهارده، الدولار هو في البنك ب 24 وشويه وبره في السوق السوداء وده مش سعر حقيقي. بارقام ما دي مش اسعار حقيقيه، خلاص بقى ما دي احنا سايبين بقى اللي عايز يضرب في الذهب يضرب واللي عايز يضرب في مش عارف ايه والناس حاجات جزافيه. طب انا النهارده لا، طب سيبه
عشان اشوف هيوصل لفين، هيجي لي ايه، هيحصل عندي تاني تدفقات. تمام، انا النهارده لازم العمليه ما تبقاش حاجه واحده، هي ما ينفعش اقول ايه سياسه سعر مرن صرف مرن وخلاص على كده، لازم ابقى متفق على 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 لازم ابقى متفق على استثمارات اجنبيه داخله في محفظه استثمارات مباشره، سواء داخله من خلال شركات اوريدي اكزيستنج او شركات في البورصه او اي بي اوز او طروحات حاجه زي كده، دي هتعمل لك دخول غير طبيعي. صحيح، لكن ارجع تاني للمواطن، معلش يا جماعه النهارده انا صوت المواطن، المواطن هيقول لك انتوا بتقولوا كلام عظيم يبدو عظيما سمعناه 500 مره قبل كده وسمعناه كتير الحقيقه، وبتكلمني على الاستثمارات وانا قطاع خاص، ونتكلم على قطاع خاص بعد شويه، انا عايز اعيش مستريح، انا عايز اعيش في وضع جيد، الدنيا صعبه، الدنيا صعبه علينا وعلى بره، طبعا احنا فاهمين ان بره كمان الوضع شديد الصعوبه، مأساوي. مأساوي فعلا جدا، يعني احنا بقينا بنشوف في فرنسا ناس في الشوارع عمرنا ما كنا بنشوفها، في انجلترا وضع سيء، بيقفلوا الهيترز في المانيا، بيقفلوا الهيترز في فرنسا، الدنيا بقت صعبه جدا، لكن هو المواطن بيقول لي وانا مالي ومال بره، انا يا جماعه عايز اعيش بشكل جيد، فاحنا هنا بنقول له ايه، انه الوضع صعب، ولا بنقول له انه لا يعني دي بدايه حاله الامور؟ لا انا شايف انه هو الوضع فعلا صعب، بس هو دي بدايه زي ما حضرتك بتقولي كده، احنا داخلين في بدايه جديده، خلينا نتفق كده انها بدايه جديده من الحكومه طبقا للبيان بتاعها مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، ان هي هتبتدي تاخد فلسفه جديده في طريقه اداره الاقتصاد القومي بتاعها، الفلسفه دي المفروض من شانها فيها اشياء هتخلي الحالة الاقتصادية والحالة العامة المجتمعية أفضل للمواطن، قد تكون مش قريبة لكن على الأقل في الاتجاه الصحيح. في طبعا في دايما في الأزمات دي في بيبقى نوع من الإدارة السياسية من الحكومة من الحكومات للمواطن والمواطنين بتاعهم بصورة أنها بترسل رسائل مش بس كلامية، لكن بعض المؤشرات اللي هي بتدي زي بيقولوا إيه بالبلدي كده بيرموا بياضهم. يعني النهاردة لو أنا اولا اي اقتصاد بنتكلم عنه ان كان في تركيا او ماليزيا او خلافه وكده، ايه اللي بيشيل الاقتصاد؟ الطبقه المتوسطه، الطبقه المتوسطه اللي هي موظفين وصناعات متوسطه وصغيره. انا طول ما انا دايما ضاغط على المجموعه دي في ان انا برفع ضرائب على الدخل عليهم ولسه عايز ازود شريحه، الضريبه الحقيقيه الفعاله مش ال 22.5% توصل ل 35% ساعات، ده بيضغط على المجموعه دي اللي هي شلال قوام الاقتصاد. فبالتالي انا كل ما اخف الموضوع والعبء على المجموعه دي اقتصاد هم هيحسوا بفرق على طول. فالنهارده لو انا طلعت واتعملت في مصر في 2005 لما اطلع واقول يوسف بطرس غالي قال لك هو 20% اكروس 20% 20% ما كانش في 40 كان 20% اكروس ذا بورد كان 20% اكروس ذا بورد 40 نزلت من 40 ل 20 من 40 ل 20 ومش بس كده، وحصلت مصالحات مع كل القضايا الضريبيه ويا جماعه هنبتدي صفحه جديده مع بعض. دي في حد ذاتها هو ما عملش اي حاجه غير انه يعني ده رساله ثقه، رساله ثقه. تعالوا يا جماعه احمد، ليه البورصه بتطلع بالشكل ده؟ ايه المؤشر اللي البورصه بتديه لنا؟ يعني بينما الذهب بيغلى بشكل كبير هستيري، انت شايف السوق السوداء في الدولار ايه، فجاه البورصه بقى لها ايه شهر، لا من شهر 7 ابتدى الزخم من شهر 7 بس طبعا تعظم من 27 اكتوبر يعني، وحجم التداول ضخمه جدا، ده ارقام ايه تفسيرك؟ قول لي تفسير. هو ده مش تفسير، هو ده الريفلكشن الطبيعي للوضع اللي احنا فيه، وده اللي بيحصل في كل دول العالم، ده اللي يمكن حضرتك ويمكن مع حضرتك كمان يعني نشف رقنا واحنا بنقول للناس كده. انا بس عايز اقول نتعلم بس من اخطائنا احنا، مش عايز اقول نتعلم من الدول الثانيه، انا عايز اتعلم من اخطائنا احنا. لما عومنا في 2016 طلع لمده 6 شهور التضخم لغايه 35% وكنا كلنا بنعيط، وبعدين واحده واحده ابتدى ينزل. لو كنا كملنا بنفس اللي احنا كنا راسمينه لنفسنا ونجيب الناس على ادوات الدين وراها البورصه وراها استثمارات مباشره، ما كانش ده بقى وضعنا. ارجو ان احنا نستفيد من كده. البورصه بقى بالديسكاونت الكلام ده كله. النهارده البورصه طالعه من شهر 7 لغايه النهارده بنتكلم فوق ال 75%. النهارده الناس اللي معاها جنيه مصري ولا في شهاده ب 18 هتحميها، ولا في شهاده ب 17 هتحميها، ولو عملت له شهاده ب 20 يبقى انا برضو بحرق نفسي وبضيع وقتي في كلام من ده. الفلوس في البنك لن يكون ليها قيمه، لازم الفلوس تشتغل في الاقتصاد. بالتالي اول حاجه تشتغل في الاقتصاد، عشان تشتغل في الاقتصاد تعمل ايه؟ تدخل على البورصه. الحاجه الوحيده اللي هتحافظ على القوه الشرائيه للجنيهات المصريه معانا هي البورصه المصريه. الناس كلها لازم تدخل البورصه المصريه عشان تحافظ على القوه الشرائيه بتاعتها. حد حضرتك مثال بتركيا، تركيا في عز ما التضخم عندهم داخل فوق ال 80%، البورصه التركيه
هي ملاذ لكل التراكوة عشان يحطوا مدخراتهم فيها، فبالتالي طلعت خلال 2022 170%. برغم انخفاض سعر العملة بشكل كبير جدا، إلا أن طلوع البورصة مقوم بالدولار 90%، يعني الناس لو حاطت 100,000 دولار بقوا 190,000 دولار. ده الانعكاس. عايز أدي حضرتك نموذج بسيط قوي، يمكن كنت بقوله لماجد بيه، أنا فوجئت بالرقم ده. احنا عملنا صندوق للاسهم في 1/7/2021، الناس تقول لي انت مجنون، هو ده البورصه في عز خناقه الضرايب والكلام من ده؟ لقيت ان انا على 31/12/2021 عندي 900 مستثمر، ده يعتبر رقم ضخم على صندوق محدود ما فيش حاجه. فوجئت الرقم ده في 30/9 طلع ل 3000 مستثمر. فوجئت من 30/9 ل 15/12 يوم الخميس اللي فات 10,000 انفستور في صندوق بتاع أزيمة، وانا ما اعرفش. فده نفس الكلام لو بيانات رئيس البورصه اللي كان لسه مطلعها، ففي طفره بيقول 150,000 مستثمر جديد دخلوا، فبالتالي فرصه. بنتكلم كنا بنتكلم حجم تداول 500 600 مليون جنيه، انا اسف، في اليوم. دلوقتي بقينا كام؟ 3.5 مليار. على فكره زيرو دخول اجانب لسه بدون كل ده مصريين لوكال. افراد ولا مؤسسات؟ افراد ومؤسسات الاثنين، وده مؤشر جيد جدا. وعلى فكره يعني انت كنت رئيس البورصه في وقت انتعشها، في وقت يعني طفرتها، لما بتبص على هذه الارقام بتشعر انه قد نرى انتعاش اخر؟ طبعا، لانه انا النهارده لما ببص، انا النهارده التداول بقاله فتره بحوالي 2.3 مليار جنيه في اليوم، معظمه او كانش كله مؤسسات محليه وافراد مصريين، وده مؤشر ايجابي جدا، حتى مؤشر ايجابي للناس اللي بره، انه في حاجه بالزبط بتحصل في السوق عندنا. دي حاجه. الحاجه اللي انا عايز اضيف عليها اللي قاله الاستاذ احمد، خلينا برضو نشوف انه تاثير البورصه ده جاي ناتج في رايي حاجتين مهمين جدا. تغيير القيادات اللي حصلت في منظومه سوق المال عملت فرق كبير جدا، لانه بصراحه برضو القيادات وبالذات يعني الدكتور محمد فريد عمل كذا اجراء منه اللي هي مصالحات، وانه ما يحولش ناس للنيابات، ووقف بعض الاجراءات. ومفيش الغاء عمليات، ومفيش غاء عمليات والكلام ده كله، ولا تغيير لقواعد قواعد القيد، فادى ثقه كبيره جدا واطمئنان، وهو ده انعكس على السوق. طبعا مفيش شك برضو، ما ننكرش انه القياده في البنك المركزي والاستاذ حسن عبد الله في كل ثقه فيها، انه كيفيه الاداره في الظروف الصعبه دي، وطلع ببيانات ليها دعوه باليات جديده ان شاء الله هتطبق الفتره الجايه عشان تدعم مرونه سعر الصرف. طيب انا هخرج فاصل، لكن قبل الفاصل برجع تاني لمرونه سعر الصرف. هل نتوقع هنا تغيير حاد، يعني انخفاض يعني اللي هو 3% مثلا 4% فجأة، ولا ممكن نلاقي مثلا بكرة نفتح على نص جنيه زيادة جنيه زيادة؟ استاذ احمد، لا انا شايف ان هو لازم هيتحرك بشكل كبير بصراحة، وشايف ان هو لازم الناس تكون عند الناس مؤهلة اوريدي، لانها شايفة سوق سودا بارقام كبيرة. الناس شايفة سوق سودا بارقام كبيرة، وارقام على فكرة ارقام مضاربية وليست ارقام تعكس الحقيقة. يعني احنا في كذا طريقة بنحسب بيها قيمة الجنيه المصري، فهو حتى لو يعني فالارقام اللي بيتنفس بيها دي لا تمت الحقيقة بصلة. فانا اتوقع ان هو لو اتساب شوية، انا اعتقد لو اتساب شوية، مش عايز اقول ليفلز، يعني مش عايزين نقول مستويات سعرية، لان هي العبرة عند انهي مستوى سعري هتتوفر هي منه. الفكرة وفرته كمان، الفكرة مش بس المضاربات اللي بتحصل، الفكرة انه يكون في هناك وفرة. هو لازم نفتح شوية للناس تدخل الفلوس، يعني بمنتهى الامانه، الناس كتير حاطه فلوس في البيت، ناس كتير النهارده في بعض يعني انا بعتبرها تعليمات سخيفه، ان انا ما تدبرليش دولار وانا مسافر مثلا، فور اكزامبل، وانا مسافر، غير لو انت حسابك فيه دولار، طب ما اهلا وسهلا، هاخد الفلوس احطها بره عشان اقف على الطابور، اقف على الشباك اقول للناس لو سمحت اديني دولار وانا مسافر. ففي بعض الاجراءات النهارده، ناس انا عامل صندوق معين، الناس عايزه تدخل فلوسها بالدولار اللي حطها بره. طب انا اشجع الناس ازاي انها تدخل فلوس؟ ان انا افتح لهم ان انتوا تقدروا. على فكره هقول لحضرتك حاجه، هو في يعني خلينا نبقى واقعيين، اللي متابع السوق كويس قوي، هو في دولار بس مش في السوق الرسميه، في السوق الموازيه، لان الاسعار في السوق الموازيه مختلفه عن السوق الرسميه، فبالتالي بس هو مش هيقدر يستورد بيه، مش هيقدر ان هو يمول بيه بضاعته. حتى في دي انا بنشوف بعض اجراءات من بعض البنوك، انه ما بيقبلش حتى العمله الاجنبيه الا لو مش عارف مصدر ايه وكام ده كله. انا في رايي انه لازم تبقى فيه احنا في ظرف استثنائي،
ودقيق جدا، فلازم نكون مرنين اكتر وقد الحجم. طلب ده بنفسه المحافظ طلب ده بنفسه في ستيتمنت، وقد حجم الـ 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 الازمه، انه لازم يعني مش هقول نتغاضى، بس احنا في فتره استثنائيه، خلينا نتعامل مع المواضيع بصوره استثنائيه لغايه لما الوفره تبقى جوه القطاع المصرفي. وانا اتوقع زي الاستاذ احمد برضو انه لو في اي تغير في سعر العمره هيبقى في تغير شويه كبير عشان يقدر يغطي على اللي بيحصل في المضاربات، عشان يقدر يقتل السوق السوداء. بس هل ذا التغير لازم يكون معاه وفره؟ لازم يكون معاه وفره، وانا اتوقع الوفره تبقى قريبه النهارده لو فتحنا للناس ان هي تقدر تدخل الدولار بتاع البنك، ولو انت عايز دولار تاني هتاخده، فبالتالي هتدي ثقه كبيره جدا للناس. المشكله الناس قلقانه، فاحنا محتاجين رسائل تطمينيه لحاجه زي كده، وبعدين محتاجين شويه حلول مبتكره بقى برضو بصراحه. زي يعني انا دي مش فكرتي عشان بس ما اديش الكريدت لنفسي، ما اعمل للناس وعاء مصرفي، الناس للمصريين بالخارج يحط فلوسه بالدولار بالدولار. عملت كل حاجه، فتحت عربيات للمصريين بالخارج وما بعتوش، حطينا التاتش بتاعنا، هم اوريدي عندهم 5% بره، خلي بالك ليه. بص خلينا حضرتك في حته المبادرات بتاعت الحكومه، الحقيقه بتقوم بنوايا كويسه، ولكن الحقيقه بيبقى في زي ما احمد قال في تاتش الاخراني بتبوظ كل حاجه، التاتش الاخراني بتبوظ كل حاجه. طب ما تيجي نعمل منتج وندي 10% على الدولار بشرط ان الدولار بتاعك ده هيتباع لمدة 7 سنين. مين هيدي 10% على الدولار بس يا احمد؟ مين هيدي؟ هيتباع في البنك، هيتباع في البنك، الم من المصريين في الخارج في وعاء، هيبيع الدولار بتاعه، هديله الريتيرن بتاعه ربع سنوي، ربع سنوي ب 10% على الدولار، يبقى في 7 سنين رجع لك البرنسبل بتاعك، وخدت الفلوس النهارده بعتها واستخدمتها في حصيلتك. مين هيدي 10%؟ بس خلي بالك حضرتك، انت لو رحت استلفت السندات المصريه بتدي اكتر من 10% دلوقتي. طيب وانت النهارده على فكره احد الحاجات بتاعت الاي ام اف عشان تروحي تاني ترجعي تاني لسوق ادوات الديه، فهتدفعي كام النهارده في ظل ارتفاعات اسعار فايده بره؟ مش هتدفعي اقل من 10%. طب بس 10% هجيبها عليهم ايه؟ 1.5 مليار؟ 2 مليار؟ طب ما انا اولادي اولى بي، ما اجيب لهم الكلام ده؟ يعني المفروض فعلا يعني والله فكرة انه فكره لطيفه انه الاوقات الاستثنائيه تحتاج الى حلول استثنائيه، وتحتاج ان احنا نخرج يمكن القواعد الطبيعيه ما تستقيمش معاها الافكار الاستثنائيه، لكن نفتح شويه. يعني هذه افكار موجوده على المائده ربما يسمعها احد. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم بقى على القطاع الخاص. طب ده الشورت تيرم، ان احنا عايزين حصيله للشورت تيرم عشان نقدر ان احنا نسيطر على سعر الصرف، نسيطر على المضاربات اللي هي يعني في اكيد حد بيتربح منها بلا داعي، ومضاربات بارقام غير طبيعيه، بيقول لك طب ما هو مش موجود، لكن في مضاربات على سعر جزافي، على سعر اي حد بيضرب اي سعر، وهذا ليس سعر حقيقي. هتعرف السعر الحقيقي امتى؟ لما يكون سعرك مفتوح، ولما يكون الدولار موجود، فانت بتخش تاخده من البنك، في ساعتها هنعرف السعر الحقيقي. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل نتكلم عن القطاع الخاص، كيف نرجع تاني نقول نفس السؤال، كيف نشجع القطاع الخاص. أهلا بكم من جديد. ماذا بعد اتفاق صندوق النقد؟ قبل بس ما ندخل في النقطة دي، في اجتماع المركزي يوم 22، ده الاجتماع اللي كانوا متوقعينه، وكان في كلام ان في اجتماع استثنائي ولم يظهر ذلك. نتوقع رفع سعر الفايدة مع ارتفاع الفيدرالي رفع دلوقتي، فتأثيراته عالمية. طبعا هو تأثيره على التضخم، وانا يعني ما اقدرش اقول توقع البنك المركزي هيعمل ايه، بس اتوقع انه رد الفعل الطبيعي في الحاله دي انه التضخم بيزيد مازال 21.5، فاعتقد ان هو هيضطر برضه يعلي سعر الفايده. بس اهم حاجه، ودي كان اعلنها البنك المركزي كسياسه جديده، ان هو مش بيعلي سعر الفايده لغرض يجتذب الاموال الساخنه، هو الغرض الاساسي هو السيطره على التضخم، ودي تحول في فلسفه البنك المركزي مهمه جدا. يعني ده رأيي، يعني لأنه أنك أنت بتعلي سعر الفايدة عشان تجتذب أموال ساخنة، الحقيقة دي كانت بتضر بالاقتصاد. إنما دلوقتي هو تغير الموقف، عشان كده في مرات السابقة هو معلش كتير أو تقريبا ثبت سعر الفايدة لفترة شوية. جايز المرة دي يعلي، بس طبعا النسبة قد إيه ما نقدرش نتوقع حاجة زي كده. أستاذ أحمد، أنت كنت بتقول أن نتمنى أنه ما يبقاش فيه شهادات اللي هي بـ 22 و23 اللي احنا سامعينها، رغم أن دي شهادات مهمة بالنسبة لقطاع كبير من المدخرين. لا، هو مبدئيا أنا أتوقع أنه يرفع 1%، ده توقع طبعا. وأتوقع أنه لازم يرفع سعر أسعار أذون الخزانة، وده بقى مالية يعني مالية. لأن للأسف احنا محتاجين الاموال الساخنه، وللاسف
لازم نشتغل على جذب الاموال الساخنه حتى لو لفتره معبريه، لازم. فتره هو ده اللي احنا بنقوله، بس الفرق بقى ما نستسهلهاش زي المره اللي فاتت وما تبقاش هي دي اللي بنرتكن اليها. مين اموال ساخنه ممكن تجي لك دلوقتي والدولار ب 4.5؟ لا ما هو مش الاثنين مع بعض، ما احنا دايما متفقين، ما هو هيرفع سعر الفايده واكيد هيحرك سعر الجنيه. لا غبار طبعا. ايوه بس هي مين هيجي برضه، مين هيجي لك والدولار ب 4.5 الفايده عليه 4.5%؟ لا ما انا عشان كده بقول لحضرتك لازم لازم يترفع العوائد اللي على اذون الخزانه كمان لاكتزاب الاموال الساخنه مره ثانيه. بيبقى في فرق هامشي بين اسعار الفايده على الدولار والجنيه، هو ده اللي بيجتاز بيه الاموال الساخنه بالظبط. اللي هو البريميوم ما بين اليو اس تريجري وما بين اسعار والاتفاق مع الصندوق ممكن يكون برضو شهاده ثقه ان الناس دي بتدفع. ده حقيقي. تدفع اللي عليها. هو ده الاساس. هو ده الاساس. انا اقول فبالتالي لا، لازم محتاجين الاموال الساخنه تاني، فلازم هيرفع سعر الفايده، لازم هيحرك سعر الجنيه، تمام. فبالتالي ده مش شايف ان ده قرار اداري يعني ده قرار، ده احنا مضطرين هنعمل كده هنعمل كده، مش شايف بدايل تانية يعني بصراحه. القطاع الخاص، صندوق النقد يتحدث عن اصلاحات هيكليه واسعه النطاق للحد من دور الدوله وفتح المجال للقطاع الخاص، تعزيز الشفافيه في القطاع العام، تحقيق الحياد التنافسي، كل ده واحنا سمعنا الكلام ده كتير جدا. ماذا يجب ان نفعل لتحقيق هذه الاصلاحات؟ تغيير كامل في لفلسفه الدوله والحكومه في التعامل مع القطاع الخاص. يعني مبدئيا ودي قلتها في كذا مره في برنامج مع حضرتك، النهارده اي مستثمر حالي موجود مصري، انا ما بكلمش على اجنبي، مصري ايا كان حجمه، عنده مشكله بيروح لمين؟ ما بنعرفش يروح لمين. في ماشي غير محدد لجنه عند رئيس الوزراء وده مش منطقي. هقول لحضرتك حاجه، الاستثمار ملف مهم جدا طبعا، ان يكون مع معالي رئيس الوزراء ده معناه اهميته جامده جدا، ولكن ده ملف ضمن ملفات كتيره قوي عند رئيس الوزراء، لازم يكون، مش هقول وزير مختص، النهارده في رئيس هيئه جديده تعين، خلاص ياخذ صلاحيات الوزير المختص، ويبقى اي مستثمر عنده مشكله على فكره مصر كانت كده زمان، هيئه الاستثمار كان عندها صلاحيات وزير المختص، وبالتالي يبقى المستثمر عارف لو عنده مشكله هيروح لرئيس الهيئه. الحاجه الثانيه ودي انا اقترحتها اكتر من مره، لكن الحقيقه يعني في بعض الجدل حواليها، بس برضو بحب اقولها، انا مش قادر اشوف ازاي اكون هيئه بتشجع الاستثمار وفي نفس الوقت هيئه رقابيه. ودايما بقول خلي هيئه الاستثمار هي التي تروج وهي التي تحل مشاكل المستثمرين، وعلى فكره دي فيها كفاءات كويسه جدا، وخلي الجزء الرقابي اللي هو كان زمان هيئه مستقله اسمها مصلحه الشركات تبقى ترجع مستقله تاني او تنضم لهيئه الرقابه الماليه، يبقى دي هي متخصصه بس لحل مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمار، وده حصل قبل كده في مصر وكانت ناجحه جدا. اما المسائل الرقابيه تبقى متعلقه بهيئه الرقابه الماليه، دي اول جزئيه مهمه جدا. الجزئيه الاخرى فلسفه التعامل مع الممول، انا بربع دايما القصه دي، الممول مع الضرائب، وفلسفه تعامل الجمارك مع المستورد والمصدر لازم يتغير، لازم يتعرف انه الناس دي يا جماعه هي اللي هتنقذ البلد وتنقذ اقتصادها، وهي دي اللي هتشغل اولادك يوم ما يتخرجوا، وهي دي اللي هتدفع مرتباتهم، فالمهم نساعدهم لان احنا مصلحتنا واحده. انما اتعامل مع الممول او مع المصدر او المستورد انه نمره واحد انت متهم، ما ينفعش، مش هتنفع، دي مش هتنفع، دي جزئيه اخرى. في حاجه ثالثه للتاتش بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي، نوايا الحكومه جيده جدا ومهمه جدا ان هي فعلا عايزه تحل المشكله، لكن بيحصل في فجوه كبيره جدا ما بين القرار اللي بيطلع وما بين التطبيق في حد ذاته، الفجوه ضخمه جدا. يعني بتبقى الحكومه عايزه تعمل شيء وتيسر وتوفر دولار وتحل مشاكل المواطنين، تيجي عند التطبيق الحقيقه بتفاجئ بعكس القرار، وبالتالي بيبان ان الحكومه ما هياش جاده فيما تطرحه مع انها هي جاده، لكن التطبيق بقى فيه تحدي كبير قوي. اسال نفس السؤال يا استاذ احمد، كيف نحقق هذه الاصلاحات، الاصلاحات الهيكليه الواسعه ودور القطاع الخاص؟ تمام. انا اعتقد دكتور ماجد يعني طبعا غطى جزء كبير منها جدا، بس هو لو تاخدي بال حضرتك كل كلامه هو عباره عن تغيير فلسفي، تغيير في طريقه التعامل. النهارده لازم نبقى عارفين كلنا ان الحكومه هي دورها
هي ان هي تبقى دوله صديقه للمستثمر. ازاي ان المستثمر صديقه للبيئه؟ دوله صديقه للمستثمر، لازم تبقى صديقه للبيئه وللمستثمر. لازم نوفر للمستثمر البيئه اللي هيجي يشتغل فيها. فبالتالي ويمكن حضرتك كنت بتتكلمي على الرخصه الذهبيه، هو الرخصه الذهبيه ده المفروض ده هيبقى العادي في كل مصر. احنا عايزين مصر كلها رخصه ذهبيه، ما يبقاش فيه رخصه ذهبيه لعدد من الشركات فقط، ان هي كلها يبقى هو ده طريقه التعامل. المستثمر اللي جاي هو يروح زي ما دكتور مجدي بيقول، يروح هيئه الاستثمار هتعمل له كل حاجه من الالف الى الياء، ما نقعدش بقى نغلبه ونعذبه وكلام من ده. فده تغيير فلسفي. انما الصعوبه الحقيقيه ان احنا بنقعد مع الحكومه كتير، وبنقعد مع معالي رئيس الوزراء ومع دوله رئيس الوزراء ومعالي والوزراء، فعلا عندهم النيه والرغبه في تحقيق يعني تنميه وانفولفمنت للقطاع الخاص بشكل كبير جدا. انما للاسف ما بعرفش هو إن لما المستثمر بيجي يدخل لمصر بيلاقي ان كل واحد عايز ياكل منه حته، الهيئه دي عايز تاكل منه حته، الوزاره دي عايز تاكل منه حته. فعندنا مشكله تانية ان انا النهارده هو مين في مصر، انهي شركه في مصر ما عندهاش مشكله ضريبيه راجعه من 15 20 سنه؟ يعني ده ملف احنا كافراد جدا. بنتفحص بنتفحص من سنه 2014 يعني، حضرتك كل سنه فحص عشوائي كل سنه احنا كافراد، امال الشركات ما بقى. انا بقول لحضرتك فبالتالي ملف الجمارك والضرائب دول ملف انا نفسي بمنتهى الامانه يعني في قرار كده جريء. احنا متفقين ان المرحله دي هي مرحله محتاجه شجاعه اقتصاديه في اتخاذ قرارات قويه فعلا نبقى جادين في تطبيقها. يعني مبدئيا القرار اللي احنا شفناه ده اللي هو المعروض اللي هو مشروع القرار بتاع الضرايب ده مبدئيا كده يتلغي. يعني احنا الحقيقه شفناه بس مش قادرين نحدد ما اذا كان يعني حقيقيا ولا لا، اللي هو طيب. شريحة جديدة من الضرايب اللي احنا لسه ما نعرفش عنه معلومه وطريقه تطبيق الضرايب الارباح الرسميه اللي احنا اتكلمنا في عليها والكلام ده كله. ما نطلع مره واحده ندي رساله، يعني نتمنى الا توجد شريحه جديده طبعا في الضرايب، لانه هو الرساله يجب ان تكون العكس، ان انا عايز اخفض الضرايب على الناس علشان ادي رساله ثقه، وهو ده اللي عملناه قبل كده. لكن رفع معدل الضرايب ده موضوع بصراحه بيدي الرساله العكسيه تماما. ونفس الكلام على ضريبة البورصة اللي هي موجودة في نفس المذكرة. يعني أنا النهاردة في خلاص احنا كنا بنتكلم قبل الكورونا وقبل سوري قبل روسيا وأوكرانيا وقبل، والنهاردة فرصة سودة. مش أنا النهاردة أنا الخزانة عايز أبيع شركاتي؟ طب من فرصة النهاردة أخلي أبيع شركاتي هجيب مستثمرين من جوه البلد ومن بره البلد بأرقام كبيرة جدا. ففي حاجات محتاجة شوية قرارات جريئة جدا. إنما أهم حاجة بمنتهى الأمانة إن احنا النهاردة يبقى عندنا متيقنين من جوانا ان القطاع الخاص هو اللي هيقود قطارة الاقتصاد ده. يبقى الحكومة تاخد خطوتين ثلاثة لورا وتسيب القطاع الخاص هو تشتغل دور المنظم والرقيب واللي بتحافظ على انضباط الاسواق، وتسيب القطاع الخاص ياخد دوره، ما تفكرش تنفسه، ما تفكرش تخش فيه، ما تفكرش ان بنوك الاستثمار الحكومه هي اللي بتدير القصه. ده موضوع برضه كنت اتكلمت فيه مع حضرتك، دي نقطه مهمه جدا، دي نقطة مهمة جدا. لان بنوك الاستثمار يجب ان تبقى بنوك استثمار خاصه علشان تقدر يبقى فيه بينها منافسه واضحه. ده عكس اللي احنا عملناه بالظبط. احنا جينا قلنا عايزين نشجع القطاع الخاص، اممنا بنوك الاستثمار، راحت بقت كل بنوك الاستثمار عباره طيب. عن قطاع عام. اخيرا عشان وقتنا، الدوله تتراجع للخلف، الدوله كان عندها دور مهم جدا لعبته في اوقات اكيد المستثمر الخاص كان عازف على انه يدخل ويعمل تنمية ويشغل عشان نحد من البطالة. الدولة قامت بهذا الدور بصراحة. هل يمكن للدولة ان تتراجع في سياسة ملكية الدولة؟ هل يمكن فعلا للدولة ان تتراجع، ولا الدولة ممكن تتراجع والقطاع الخاص ما يخشش برضو؟ لا، هي ممكن تتراجع وقطاع الخاص يخش، لانه بدليل انه لما جت عملت الوثيقة دي قعدت مع كل القطاع الخاص بكل طوائفه المختلفة، من شركات صغيرة ومن شركات كبيرة، من مصنعين من مستوردين، من تجار ومن مستثمرين، وكان واضح جدا الاتجاه القطاع الخاص هو مهتم بايه. وكمان ما هوش سر، احنا عارفين كويس قوي انه في قطاعات عارفين انه القطاع الخاص مش هيخش فيها، بالذات لما هيجي نتكلم مثلا عن التعليم المتوسط المدعوم للبنية الأساسية. البنية الأساسية ده مش هيخش، ممكن القطاع الخاص يخش في حصة كده صغيرة لمجرد كداعم للحكومة، لكن هتفضل الحكومة هي دايما المهتمة بهذا الموضوع. إنما القطاع الخاص هيخش في قطاع التعليم الاستثماري اللي تسعيره طبقا لآليات السوق وهو مهتم بيه، وبالتالي أنا سيبه يخش فيه
طبعا بيخضع للرقابات بوزارة التعليم والكلام ده كله وفي المناهج والكلام ده كله، لكن لا أزحمه في هذا المجال لأنه استثماراته هو بتبقى ضخمة، بيشغل لي ناس، بيسد لي حتى فجوة المعلمين لأنه بيقدر بيجيب لي ناس ويمرنهم ويكبرهم ويبقى عندي معلمين كويسين، فدي نقطة مهمة جدا. فهي مسألة واضحة وصريحة وبقت مفهومة إيه اللي مفروض ينسحب منه وإيه اللي مفروض ما ينسحبش منه. حتة معدل الانسحاب دي مهمة جدا، هل ينسحب فجأة؟ ده مش سهل لأنه طبعا خلاص في مراكز قانونية تكونت، في بقى دلوقتي ميزانيات موجودة وشركات موجودة لازم يتعمل لها تقييم. أنا في رأيي أنه المسألة دي تاخد وقت وشوية وقت كمان مش وقت قصير. قد يكون أسرع حل ودايما إحنا متحيزين للقصة دي أنه يبتدي يتم عملية طرح 10-20% في البورصة المصرية كخطوة أولى. طبعا بيجي رد في بعض الأحيان من السادة هذا ليس التوقيت المناسب، وانا بقى الكلمه دي بتضايقني جدا. ارجوكوا بقى تردوا على الجمله دي، هذا ليس التوقيت المناسب، يعني هو التوقيت المناسب ان انا ابيعها. انا الكلمه دي بتضايقني جدا، ولكن لا ليه بقى هذا؟ يعني اولا هقول لحضرتك حاجه، اولا المفروض لما نيجي نبص لتاريخ البورصه المصريه وانتعاشها دايما بيبتدي بدخول طروحات حكوميه ان كان في اوائل التسعينات او في اوائل او في الالفينات في من 2004 و2005 و2006 كلها طروحات ناجحه جدا. كويس، طيب دلوقتي انت تقول التوقيت مش مناسب ليه؟ عشان التقييم، لانه في حد قيم الشركه دي بمبلغ معين، خلاص مش هنخش في جدل التقييم. طيب اطرح 5% بسعر نقول فيه ديسكاونت للساده المستثمرين في البورصه المصريه، هتلاقي اقبال كبير جدا والسنه دي تخش كل حاجه، سعر الشركه هيطلع ساعتها. بقى انا في رايي هيبقى تقييم الشركه في السوق اكتر من التقييم اللي حضرتك انت كنت بتفكر فيه. فانت ترى ان هذا هو الوقت المناسب؟ ده رايي كده، ترى ان هذا هو الوقت المناسب لطرح الشركات في البورصه مش في الصندوق. لا ما لا قبل الطروحات. لا لا انا هقول لك حاجه، مفيش حاجه اسمها توقيت مناسب للطرح في البورصه من عدمه. احنا ضيعنا 3 سنين ذهبيين اللي هما كان فيهم يوفوريا او حاله هيجان من الطروحات الاوليه حاصله في الاسواق الماليه العالميه. ضيعنا النص الثاني من 2020 اللي كان فيه نفس الكلام. النهارده السعوديه النهارده طرحه 75 شركه السنه دي بس في البورصه، البضاعه كويسه هيجيبها ناسها. موضوع الطروحات دي احنا لازم نبص له بصوره اكبر من كده بكتير قوي، اكبر من مجرد بيع حته. بالظبط كده يا جماعه، الطروحات هي مشاركه الشعب في اصول الدوله، وده بيفرق جدا. هي عين الرقابه بتاعت المستثمرين اللي هيقفوا على انت حضرتك لو تعرف احنا بنعمل ايه في ادارات الشركات. انا عارفه لو عين الرقابه نقف للراجل الرئيس التنفيذي انت ازاي عملت كده وازاي المصروف ده بيزيد كده وازاي كده هيعرف. فبالتالي دي افضل اداه للحوكمه ولا الحساب ولا العقاب، لان انا ممكن ب 5% الم مساهمين وانا مش راضي عن اداره الشركه دي امشيها. فبالتالي اهم ده بالعكس، فيبقى انا بشارك الشعب في ثروه وموارد بلاده. افضل طريقه للرقابه والحوكمه. نمره 3، انت جبت بيها ناس كتير. النهارده بنقول تقييم، على فكره في 100,000 طريقه وطريقه. التقييم وحش، اصل مش عايز اطلع مطرح بنك القاهره عشان التقييمات وحش. على فكره ما بقتش التقييمات رخيصه بعد الطلع على الحاجه و70% بلاش. مش انت رايح بنقول بنجيب حد مستثمر استراتيجي يدخل معايا؟ خلي المستثمر الاستراتيجي ده يجي يقول لك مثلا انت الحاجه كنت فاكر مش عاجباك ب 20 جنيه انت شايفها تساوي 30، لو جبت مستثمر استراتيجي ب 30 جنيه ياخد 15% واطرح 15% للناس كلها ب 30 جنيه تاني بنفس اهو. اذا كان الراجل اللي فاهم الصندوق السيادي الخارجي اللي فاهم جه خدها ب 30، انا كراجل مستثمر هبقى مطمن. والصناديق السياديه دي بتطرح يعني في الخليج في الامارات والسعوديه بيطرحوا طرح مستمر بورصتهم بشكل منتعش جدا، وهي دي فكره مشاركه الناس في اصول الدوله، هذا هو افضل طريقه. الصندوق السيادي السعودي هو اللي قاعد يبيع في الشركات في السعوديه، بيبيعها في البورصه وبيشتري في شركات فرصه صحيح. ندخل معاه. أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور ماجد شوقي، أستاذ أحمد أبو السعد، بشكركم. إذن يعني خلاصة هذا الأمر، هي وثيقة ثقة وشهادة ثقة مهمة لوحدها ما تنفعش، هي بتصلح لك العبور، بتعمل لك يعني زي ما بسميه قرض معباري عشان تعدي. الإصلاح الحقيقي هو إصلاح بأيدينا نحن، إحنا عارفين مشاكلنا وعارفين أخطائنا وعارفين إيه اللي لازم يتغير. لازم نغير طريقة التفكير في القطاع الخاص، وإنه لازم نفتح المجال للقطاع الخاص مش بس بالكلام، بالفعل الحقيقي. الرخصة الذهبية يجب أن تكون هي الأساس وليس الإكسبشن أو ليس الاستثناء. والآن هو وقت الطرح في البورصة.
مش وقت فقط صناديق ما قبل الطروح أو البيع للصناديق السيادية، ده مهم، ولكن بيع للصناديق السيادية واطرح جزء في البورصة عشان الناس يشاركوك في ملكية أصول الدولة. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. نتقابل بكرة، بكرة نهائي كاس العالم، أنا مع فرنسا، أنت مع مين؟ أرجنتين. أحمد؟ بحب الاثنين. أشكركم ونشوفكم بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، أسبوع على خير.